صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا شاذة. صباح الخير عليك يا منة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. أكيد كلنا متابعين حالة من الزخم السياسي والشعبي اللي بنشوفها في الاستعداد للتصويت في الانتخابات الرئاسية، واللي بتقول إن هذا الاستحقاق الدستوري المهم أعطى الفرصة كاملة أمام كل التيارات السياسية للمشاركة وخوض المنافسة بقوة، وده بيفتح باب كبير جدا أمام التعددية السياسية اللي ترسخت خلال الفترة اللي فاتت. ده فعلا اللي احنا شايفينه في الانتخابات الرئاسية اللي كشفت عن التطبيق الحقيقي لمفهوم التعددية الحزبية والتنافسية السياسية في مصر. يمكن أهم دليل على ده هو المشاركة الفعلية من الأحزاب المصرية اللي كانت فعلا حريصة إنها تدفع بمرشحين قادرين إنهم يثروا العملية الانتخابية. عايز أقول كمان إنه الصورة المشرفة اللي بنشوفها دلوقتي للانتخابات الرئاسية واللي هتكتمل إن شاء الله بالمشاركة الواسعة من الناخبين، الصورة دي هي نتاج لجلسات الحوار الوطني واللي ساهمت في الانفتاح السياسي وسماع الرأي والرأي الآخر، واللي كانت نواة حقيقية للمشهد اللي موجود دلوقتي، وكمان تشجيع مرشحين من أحزاب معارضة على خوض هذا السباق والتواصل كمان مع المواطنين لاستعراض رؤيتهم المستقبلية في الكثير من الملفات. يمكن نقول إن مؤسسات الدولة كان ليها دور مهم في الوقوف على مسافة واحدة من جميع مرشحي الرئاسة ومنحهم فرصة كاملة لاستعراض برامجهم الانتخابية على الناخبين في محافظات الجمهورية كلها. عشان كده أعتقد إن يمكن هنشوف في الفترة اللي جاية إقبال كبير ومشاركة واسعة من الناخبين في عملية التصويت. مرة تانية بنصبح على حضراتكم، صباحكم زي الفل. صباح الخير يا مصر. علي أفضل الصلاة والسلام، جمعة مباركة على حضراتكم جميعا. خلونا قبل ما نبدأ فقراتنا النهاردة نروح للمية ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس في القاهرة والمحافظات المختلفة. يا لمية صباح الخير عليك. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير عليك يا منة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 21 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في مرسى علم 28 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في السلوم 20 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. أهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نبتدي كالمعتاد بأهم الأخبار اللي موجودة معانا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد بالأمس اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية بمقر الكلية الحربية، وناقش سيادة الرئيس الطلبة المتقدمين في عدد من الموضوعات والقضايا المحلية والإقليمية والدولية للوقوف على مدى إدراكهم المعرفي ووعيهم الثقافي. وأشاد سيادة الرئيس بمستوى الوعي اللي أظهره الطلبة ومدى استيعابهم لما تقوم به الدولة المصرية من جهود في كافة المجالات والقضايا. كمان من ضمن الأحداث اللي حصلت امبارح، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أجرى جولة تفقدية في المتحف المصري الكبير لمتابعة تطورات الأعمال بالمشروع والتعرف على سير التشغيل التجريبي لعدد من أقسام المتحف. رئيس الوزراء أكد أنه هيتابع بشكل أسبوعي ما يتم إنجازه من أعمال خلال الفترة القادمة لافتتاح المتحف بشكل كامل في أقرب وقت. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية بمقر الكلية الحربية، وناقش الرئيس الطلبة المتقدمين في عدد من الموضوعات والقضايا اللي بتدور محلياً وإقليمياً ودولياً للوقوف على مدى إدراكهم المعرفي ووعيهم الثقافي، مشيداً بمستوى الوعي اللي أظهره الطلبة ومدى استيعابهم لما تقوم به الدولة المصرية من جهود في كافة المجالات والقضايا. امبارح أجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء جولة تفقدية في المتحف المصري الكبير لمتابعة تطورات الأعمال بالمشروع والتعرف على سير التشغيل التجريبي لعدد من أقسامه، وأكد رئيس الوزراء أنه هيتابع بشكل أسبوعي ما يتم إنجازه من أعمال بالمتحف خلال الفترة القادمة لافتتاحه بشكل كامل في أقرب وقت،
مشيراً إلى أن الدولة بتعتبر صرح ثقافي مهم سيعيد إظهار نتاج الحضارة المصرية وإرثها العظيم للعالم بصورة عصرية وجذابة. وامبارح وعقب تفقده المتحف المصري الكبير، توجه الدكتور مدبولي رئيس الوزراء لمنطقة مصر القديمة لمتابعة سير العمل بمشروع حدائق الفسطاط، وأكد رئيس الوزراء حرصه على المتابعة المستمرة لهذا المشروع المهم اللي بيستهدف تحويل منطقة الفسطاط لمتنزه بيئي وسياحي وثقافي أمام الزوار، بما تمثل الحديقة من إطلالة على تاريخ مصر لتصبح مقصد سياحي يعكس عراقة الحضارة المصرية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه استمراراً لفعاليات اليومين الثالث والرابع للمعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية أدكس 2023، تم عقد عدد من اللقاءات الثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة مع عدد من القادة العسكريين وممثلي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات التسليح. تناولت اللقاءات سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون في المجالات العسكرية المختلفة وزيادة آفاق الشراكة الاستراتيجية مع مختلف القوى العسكرية للدول الصديقة والشقيقة. امبارح أكد الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إن مصر بتجدد أسفها البالغ لكسر الهدنة الإنسانية اللي دامت أسبوع في قطاع غزة بفضل جهود الوساطة المصرية بالتعاون مع دولة قطر والولايات المتحدة. وقال ضياء رشوان في بيان له إن هذه الهدنة نجحت في إفراج إسرائيل عن 240 من النساء والأطفال الفلسطينيين المحبوسين في سجنها مقابل الإفراج عن 81 إسرائيلي و22 شخص من جنسيات أخرى كانوا محتجزين في قطاع غزة. وعلى التوازي، نجحت الهدنة في توسيع وانتظام عملية دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود لأشقائنا المحاصرين في القطاع. وأضاف رشوان إن مصر بتبذل حالياً أقصى الجهود مع الشركاء من أجل العودة للهدنة في أسرع وقت ومدها لفترات أخرى وصولاً للوقف الشامل لإطلاق النار لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين. أما بالنسبة لأبرز وأهم الأخبار اللي حصلت في محافظات مصر بالأمس، ففي محافظة إناء تم تسليم 100 مركب لصغار الصيادين لدعم الأسر الأولى بالرعاية، وفي المنيا تم توقيع الكشف الطبي على 1762 حالة خلال قافلة طبية بمركز صملو. كمان امبارح في المنوفية تم الإعلان عن تطوير المناطق غير المخططة بجملة استثمارات 310 مليون جنيه، وفي بورسعيد تم زيادة المساحة المنزرعة بالأعلاف توصل ل 1019 فدان. خلينا نتابع تفاصيل أكتر في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في قنا تم تسليم 100 مركب صيد لصغار الصيادين بالمحافظة، وده تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم الشرائح الأولى بالرعاية. في البحيرة أعلنت المحافظة أنه تم العمل على تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتميزة، وبلغ إجمالي الاستثمارات اللي جرى ضخها بقطاع الصحة خلال الفترة من 2014 حتى العام الجاري 3.3 مليار جنيه لتنفيذ 79 مشروع في القطاع الطبي. في الفيوم نظمت مديرية التضامن الاجتماعي قافلة طبية جديدة استهدفت تقديم الدعم الطبي لأربع قرى هي أبهيت والسلين وتوابع بندر سنورس بمركز سنورس وقرية عفيفي مركز طمية، وده بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالفيوم للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجاً من أبناء المحافظة. في مطروح أكدت المحافظة أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة قدم تمويل ل 1456 مشروع بتكلفة 144.5 مليون جنيه. وفرت المشروعات 4874 فرصة عمل لأبناء المحافظة، وتنوعت المشروعات ما بين مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات الإقراض المباشر، وذلك خلال الأربع سنوات الماضية. في الدقهلية تم البدء في تنفيذ القطاع الثاني والأعمال النهائية من مشروع الممشى السياحي الجديد على النيل بمدينة المنصورة بإجمالي طول 1250 متر لخلق متنفس ترفيهي لأبناء الدقهلية. وبتجري أعمال التنفيذ على مرحلتين، بدأت المرحلة الأولى بقطاع بطول 550 متر، والمرحلة الثانية تضم قطاع بطول 700 متر وبعرض يصل ل 14 متر، يضم طريق بعرض 6 متر ليكون ممشى الدراجات وألعاب الأطفال وممشى سياحي على النيل، بالإضافة لكورنيش ومقاعد انتظار ورصيف بجوار الأبراج السكنية. في المنيا نظمت مديرية الصحة سلسلة من القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة، وأسفرت نتائج القافلة الطبية بقرية طرفة بمركز صملوط عن توقيع الكشف على 1762 حالة وصرف العلاج بالمجان.
في المنوفية أكدت المحافظة أن الدولة حرصت على تطوير المناطق غير الآمنة والمناطق غير المخططة، وبلغت جملة الاستثمارات في هذا القطاع في المحافظة 310 مليون جنيه، وده في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لحصر المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها وإمدادها بالمرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين. في الأليوبية افتتحت المحافظة وحدة قسطرة القلب والشرايين التاجية بسعة 13 سرير بمستشفى بنها الجامعي، وبتشهد المحافظة طفرة كبيرة بمنظومة الصحة لديها، وكان لها نصيب كبير في المشروع القومي لتطوير 31 مستشفى على مستوى الجمهورية، وتم تطوير 5 مستشفيات مركزية بالمحافظة بتكلفة 1.5 مليار جنيه شمل المباني والتجهيزات الطبية. في بورسعيد أكدت مديرية الزراعة وصول المساحات المنزرعة بالأعلاف في المحافظة ل 1019 فدان، وبيتم زيادة المساحات يوماً بعد الآخر في أراضي الشرق وجنوب بورسعيد، واللي أثرت بشكل إيجابي على الزيادة في إنتاج المحاصيل الرئيسية وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمحصول الرز بالمحافظة. مشاهدينا، استأذن حضراتكم نروح لفاصل سريع ونرجع من بعد نكمل باقي فقراتنا. ودلوقتي خلينا نتابع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة، وكمان المباريات اللي هتتلعب في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وأهمهم مباراة الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتبدأ فترة الصمت الدعائي في الانتخابات الرئاسية 2024، واللي هتتوقف فيها الدعاية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية داخل مصر طبقاً لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، بحيث يتاح للناخب التركيز في اختيار المرشح اللي بيرغب في ترشيحه دون التأثير عليه. النهاردة هتنظم جمعية مصر الجديدة يوم فلسطيني بعنوان فلسطين في القلب، وده دعماً للشعب الفلسطيني في محنته الحالية وإسهاماً في نشر الوعي بتاريخ فلسطين العربي والإسلامي، ومواكباً لذكرى 75 لليوم العالمي لحقوق الإنسان. فعاليات اليوم الفلسطيني هتكون في مركز الطفل للحضارة والإبداع متحف الطفل، أحد المراكز الإبداعية التابعة للجمعية بالتعاون مع الجالية الفلسطينية والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بمصر. النهاردة لعشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع 3 مباريات قوية في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، من أهمها مباراة الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة 6 مساء. النهاردة لعشاء الدوري الإيطالي موعدهم مع المباراة الافتتاحية للجولة 15 من عمر المسابقة، يلتقي يوفنتوس مع نابولي في تمام الساعة 10 إلا الربع. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للطفل، المتحف المصري في التحرير نظم سلسلة فعاليات ضمن برنامج تعليمي خاص لأطفال المدارس، وده لتعزيز معرفتهم بتاريخهم وحضارتهم وكمان دعم القيم الإيجابية لدى الأطفال. أكيد خلينا نعرف أكتر عن الحدث من الأستاذة صباح شبيب، كبير أمناء المتحف المصري بالتحرير. صباح الخير عليك يا أستاذة. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على كل مصر. صباح النور. لما نيجي نتكلم عن تفاصيل البرنامج التعليمي اللي نظمه المتحف في إطار الاحتفال باليوم العالمي للطفل، أهم الفعاليات والأنشطة اللي تم تنظيمها. صباح الخير طبعا على كل مصر، والمتحف المصري دايما بيحتفل بالمناسبات العامة كلها مش في الطفولة بس. المتحف المصري دايما بينظم دورات للأطفال الصغيرين وحتى الأطفال المعاقين، مجموعة من الزيارات لتوعية طبعا عن حضارة مصر وتاريخها، بيجوا مجموعات طبعا عشان المدارس، طبعا العدد بيبقى قليل في الأيام العادية، لكن في أيام الأجازات طبعا العدد بيكون أكبر. أيضا في تنظيم لبعض ورش العمل اللي بيكون فيه زي كده رسم وتلوين لبعض المناظر الحضارية. كمان عندنا قطعة من المتحف برضو بيرسموها وبيلونوها، وبيقوموا بالتوعية بعض المسابقات بتعملها طبعا الفريق المختص بالأطفال عندنا في اللي هو التربية المتحفية الموجودة في المتحف المصري. وعندنا كمان متحف الطفل موجود في الناحية الغربية من المتحف، مجموعة كبيرة من نماذج الآثار اللي موجودة في مصر كلها مش في المتحف بس، بيقوموا بتوعية المجموعة أو الفريق الموجود عندنا بيقوم بتوعية الأطفال عن كل القطع والآثار المهمة الموجودة في مصر، وخلفية كبيرة جدا عن الحضارة المصرية وبعض العادات والثقافات اللي كانت موجودة في الفترات دي. كمان أحيانا بيعملوا زي احتفالات، بيلبسوهم طبعا لبس فرعوني وبيقوموا بالجولات داخل المتحف. أحيانا بيقدموا بعض الهدايا للزوار،
يعني حاجات كده ظريفة يعني. باستمرار بتعمل طبعا احتفاليات، وعيد الطفولة كان 20 نوفمبر طيب من كل طيب عام. باستمرار بتعملوا احتفالات وندوات بهذا الشكل أو فعاليات بهذا الشكل، هل شكلها بيختلف من سنة لسنة أو إيه الجديد السنة دي؟ طبعا شكلها بيختلف من سنة لسنة. السنة دي أنا قدمت محاضرة عن الطفولة في مصر القديمة، وطبعا عندنا فكرة راديو المتحف اللي هي اتعملت مؤخرا، عملنا برضو فويس، أنا عملت فويس عن الطفولة، وكل سنة طبعا فيه جديد. وعندنا طبعا مدير المتحف دكتور علي طبعا بيشجع كل الأنشطة الجديدة، ودايما بيستحدث في الأساليب، ودايما بيشجع حتى الزملاء أن احنا نبتكر ونبتدع في كل الأفكار اللي موجودة حوالينا كمان يعني. أكيد. طيب أبرز القطع الأثرية اللي ممكن تكون معروضة واللي بتوصل الرسالة المطلوبة للأطفال؟ حضرتك قلتي إن في مكان مخصص في المتحف كمتحف للطفل. عندنا متحف طبعا خاص بالطفل بس، وده طبعا لما بتيجي الأطفال من المدارس بالتعاون طبعا مع الفريق اللي عندنا بتيجي مجموعات. من أهم القطع طبعا عندنا حاجة كده نموذج لأبو الهول، عندنا نموذج لحجر رشيد، عندنا نماذج لموميا إزاي التحنيط كان بيتم، عندنا حاجات كتير وأفكار كتير عن الثقافات والحضارة اللي كانت موجودة طبعا في بلدنا يعني. النموذج المومياء ده بيبقى شكله ازاي يعني؟ بتعرضوا لهم فيديو ولا ممكن يعملوا حاجه محاكاه شبه الموجود انهم يستخدموا ايديهم بحيث ان التجربه تبقى راسخه في ذهنهم اكتر؟ هو احنا عندنا نموذج لموميا طبعا صناعي. طبعا بيشرحوا لهم عشان ما يخافوش طبعا. بنقول محاكاه طبعا. محاكاه طبعا، وبيفهموهم طبعا. بصراحه الاجيال الجديده غيرنا خالص، يمكن احنا كنا بنترعب لكن هم جاهزين تماما، ما فيش مشاكل يعني. فشكل الموميا طبعا بيقولوا لهم بيتعمل ايه كان في الموميا، ادوات التحنيط والمواد والحاجات كلها كانت بتستخدم، والفريق بيمثل لهم الشكل اللي كان موجود وبعض المعبودات اللي كانت بتبقى موجوده اثناء التحنيط. يعني شغل بيديهم مخ وانترستنج كتير يعني. جميل جدا. هل بيبقى عندهم اسئله او استفسارات؟ يعني نسبه التفاعل عامله ازاي؟ هل حضرتك شايفه ان عندهم شغف عشان يعرفوا اكتر عن حضارتهم وتاريخهم؟ مجموعه كبيره منهم بيبقى عندهم شغف طبعا، لان المواضيع اصلا مثيره للكبار وللصغيرين. بس دلوقتي الاطفال عندهم وعي اكتر من زمان يعني، لان طبعا النت عامل ثقافه سريعه يعني، بيبداوا بسرعه الفكر والاسئله طبعا المهمه، وبيبقوا عايزين يعرفوا اكتر اكتر يعني. والحضاره المصريه دايما فيها شغف لاي حد بصراحه يعني. بيبقى عندهم اسئله بقى واستفسارات اكيد. طبعا بيبقوا نفسهم دافين، بعضهم اللي ذكائهم عالي شويه بيسالوا تفاصيل كبيره يعني زي شخص كبير. فطبعا من الفريق عندنا بيرد عليهم طبعا، بنبقى سعداء طبعا بانهم عندهم وعي اكثر وثقافه اكثر، ومتابعين طبعا الاحداث اللي بتحصل في الاخبار عن كل الانشطه مثلا اللي بتحصل في المتحف المصري. اكيد. طيب المتحف ازاي قام بتسليط الضوء على حياه الطفل في الحضارة المصرية القديمة، وده خلال الجولات الإرشادية جوه المتحف؟ احنا عندنا طبعا مجموعة كبيرة من الألعاب اللي موجودة في المتحف. من خلال الألعاب بيبقى فيه ثقافة داخل اللعبة يعني، المصري القديم كان بيصنع اللعبة ووراها عقيدة أو فكر مرتبط بالعادات والتقاليد والدين كمان عند المصري القديم، فكانت الفكرة بتوصل من خلال اللعبة في المراحل كمان الأولى يعني. مثلا عندنا لعبه مثلا اسمها الشخشيخه او السيستروم، دي كانت خاصه بالمعبوده حتحور، فدي استخدمتها لما المعبوده حتحور كانت بتعتني دي المعبود حورس اللي هو ابن المعبوده ايزيس في الاسطوره الشهيره جدا طبعا ايزيس واوزوريس. فبتوصل من خلال اللعبه الفكره ان حتحور وقفت جنب ايزيس، وايزيس كانت بتدور على زوجها، الوفاء والاخلاص والصداقه والتعاون يعني، افكار كتير من الحاجات الجميله اللي بقت نادره دلوقتي طبعا في المجتمع يعني. طيب الصفات اللي حضرتك ذكرتيها دلوقتي اي فئه عمريه من الاطفال بتستوعبها؟ من اول كده اعدادي مثلا بنلاقيهم فاهمين يعني، وممكن قبل كده بعض الاطفال مش كله. لكن بيبقى في طبعا العاب، احنا كمان في العاب هم ومسابقات بيعملوها الفريق عندنا بيشجعوا فكروا على انهم يبقى عندهم فكره. وفيها فئات عمريه مختلفه في الفعاليات دي بيكونوا موجودين؟ كتير كتير، حتى من ذوي الاعاقه، لان برضو كان اليوم العالمي للمعاق 3 ديسمبر اللي فات ده، فطبعا بيتيجي لنا مجموعه كبيره من الاعاقات الذهنيه او الجسديه،
كمان بيعملوا لهم دورات وداخل المتحف وعلى قدر الامكان بيوصلوا لهم بعض المعلومات وبيقدموا لهم بعض الحاجات المسليه طبعا اللي يقدروا يستوعبوها. طبعا متحف الطفل واحد من اهم وسائل التعليم للاطفال في المتحف المصري في التحرير، ازاي نقدر نقول انه بيساهم في تعزيز التفاعل التعليمي لدى الاطفال؟ يعني في ويب سايت مثلا يكون الاطفال متابعينها بحيث انهم يجوا يقدروا يبقوا شايفين اللي موجود ويتابعوه ويشتركوا فيه حتى لو عن بعد لبعد المسافه مثلا، لان في طبعا اطفال بتبقى موجوده في الاقاليم وفي المحافظات المختلفه ويمكن في القاهره نفسها الاماكن ممكن تكون بعيده عنهم. اه طبعا احنا عندنا الصفحه الرسميه للمتحف بتنزل عليها جميع الانشطه، غير ان في طبعا تعامل مع المدارس، تواصل باستمرار من فريق العمل بيقولوا لهم احنا عندنا النهارده ورشه او الاسبوع ده في ورشه خاصه بالاطفال، هنتعلم عن طريق الصلصال، عن طريق الرسم، عن طريق التلوين، عن طريق مسابقات، فبنتواصل طبعا مع المدارس وبييجوا يجيبوا الاطفال معاهم عدد معين وبتقدم لهم طبعا كل الوسائل اللي تخليهم يستمتعوا حتى كمان بتواجدهم جوه المتحف. اكيد كل الشكر ليكي الاستاذه صباح شبيب كبير امناء المتحف المصري بالتحرير، شكرا جزيلا لك. دلوقتي مره تانية هنرجع للميا نتعرف منها على حاله الطقس بالتفصيل. شكرا لك شاذلي. مشاهدينا، هيئة الأرصاد بتتوقع النهاردة أن الطقس هيكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف دلوقتي تفاصيل أكتر عن حالة الجو من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بحضرتك وطمنين عن حاله الطقس النهارده واهم الظواهر الجويه اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم. احنا طبعا اليوم هنشوف مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره خلال فترات النهار وكمان خلال فترات الليل، اغلب مصادر الكتل الهوائيه اللي تاثر علينا كتل هوائيه ما بين الكتل الهوائيه الغربيه والشماليه فمنخفضه في درجات حرارتها. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن هي تكون 21 درجة مئوية خلال فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة، فبالتالي هنحس بمزيد من الانخفاض، مزيد من الأجواء اللي هي أشبه للأجواء الشتوية، طقس لطيف تماما خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كمان محافظات شمال الصعيد، معتدل تماما على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب محافظات الجمهورية فيها انخفاض في قيم درجة الحرارة. كمان فترات الليل مع غياب أشعة الشمس هيكون في مزيد من البرودة ومزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة. فترة الليل صغرى فترة الليل متوقع أن هي تكون 13 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، المدن الجديدة والأماكن المفتوحة هتحس قيم درجات الحرارة كمان أقل من 13 درجة مئوية، فمزيد من الإحساس بالأجواء الباردة في معظم محافظات الجمهورية وخاصة كمان في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر. كمان اليوم هيكون في امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده هيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، فاليوم هيكون في امطار متوسطه ممكن تكون رعديه احيانا خلال فتره المساء على السواحل الشماليه الغربيه ومحافظات شمال الوجه البحري، يعني الامطار هتبقى موجوده على محافظه مطروح، محافظه الاسكندريه، شمال البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية. هل الأمطار دي هتأثر على أعمالنا اليومية؟ هي كمية الأمطار متوسطة إن شاء الله ما تأثرش على أعمال الأنشطة اليومية، لكن كمية الأمطار مش قليلة، يعني الأمطار المتوسطة والرعدية مش قليلة بالنسبة للمحافظات الساحلية، لازم نخلي بالنا بشكل كبير، وهي هتبدأ فترة المساء يعني بعد فترة الظهيرة وبعد فترة العصر كده هنلاقي سقوط الأمطار على المناطق الساحلية وهتستمر خلال فترات الليل، لأنه متوقع كمان غدا استمرار الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية للبلاد، وهتمتد أمطار خفيفة لبعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر. بالنسبة للشبورة المائية كلنا لاحظنا أن كثافة الشبورة المائية قلت، شدتها خفت عن الأيام الماضية، فأصبحت شبورة مائية بتظهر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية فترات الصباح الباكر، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس. هيكون كمان في نشاط نسبي للرياح خلال فترات المساء على السواحل الشماليه الغربيه فقط، ده يخلينا نحس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره، متوقع استمرار يعني الاجواء المستقره نوعا ما يوم
الحد والاثنين، السبت والحد ان شاء الله في معظم محافظات الجمهوريه، لكن مع يوم الاثنين والثلاثاء اللي جايين هيكون في حاله من حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه. سرعه الرياح يا فندم؟ اليوم سرعات رياح في معظم المناطق هتبقى يعني معتدله بشكل كبير، ما عدا بعض المناطق من السواحل الشماليه الغربيه اللي هي المحافظات المطله على البحر المتوسط من الجهه الغربيه، هتكون ما بين 30 ل 40 كيلومتر على الساعه. ده هيخلينا نحس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره غير مثيره لاي رمال واكتبه. كمان ده هيؤدي دوره الى اعتدال حركه الملاحه البحريه على مسطح البحر الاحمر والبحر المتوسط، مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. يعني التحذير دايما هنقول للساده المواطنين لازم ارتدي الملابس الشتويه، استحب جاكيت عند الخروج فترات الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر، لان هنحس بمزيد من البروده في المحافظات المعنيه اكثر بسقوط الامطار اليوم، خاصه المحافظات الساحليه. مع سقوط الامطار لازم نبتعد تماما عن اعمده الاناره، اكشاف الكهرباء، الواح الاعلانات المعدنيه الموجوده في الشوارع، المباني المتهدده. بشكرك شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره اللي العظمى فيها 21 والصغرى 15، العاصمه الاداريه 21-13، اسكندريه 22-13، العلمين الجديده 23-14، مطروح 24-11، دمياط 23-14، بورسعيد 22-13، الاسماعيليه 23-14. السويس العظمى فيها 23 والصغرى 14، العريش 23-13، كاترين 22-5، طابة 24-14، حلايب 26-21، شلاتين 27-22، شرم الشيخ 27-18، الغردقة 27-18. الفيوم العظمى فيها 21 والصغرى 13، بني سويف 22-12، الوادي الجديد 26-9، أسيوط 23-11، سوهاج 24-14، قنا 26-14، الأقصر 26-13، وأخيرا أسوان العظمى فيها 27 والصغرى 14. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لمنى وشاذلي نكمل معهم فقرتنا. شكرا ليك يا لمنى. مفيش شك ان التعريف بتاريخ وحضاره مصر مش بس جوه المتاحف، لكن ممكن يكون في قلاع الصناعه المصريه، وده اللي تم امبارح من خلال زياره مبادره بستان الابداع لمصنع غزل المحله والنسيج، اللي بتعتبر زياره مهمه لتعزيز الابداع والفن لدى الاطفال المصريين. عشان نعرف تفاصيل اكتر عن هذه المبادره معانا الناقد محمد كمال المشرف على مبادره بستان الابداع. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير يا فندم. يا اهلا بحضرتك. في البدايه عايزين نعرف الهدف. مصر كلها. يا اهلا بيك. الهدف الرئيسي من هذه المبادره ايه؟ والله المبادره دي دعاني ليها الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون لتاسيس هذا المشروع من الاول، وابتدينا في شهر 7. الهدف طبعا زياده الوعي عند الطفل المصري، واي وطن بيحتاج طاقة إنتاجية كبيرة، وبيحتاج سلاح للدفاع عنه، بيحتاج حماية كبيرة مع الاثنين لوعي الطفل المصري لتأسيس مستقبل لهذا الوطن. ما ينفعش تعمل تضخ أموال كبيرة في الإنتاج من غير ظهر ثقافي، وما فيش ظهر ثقافي من غير وعي طفولي يفتح الآفاق لمستقبل لوطن بحجم مصر. فدي محطة رقم 9 من المشروع. يعني اخترنا أنا وفريق العمل محترم جدا، فريق عمل منتقى، يعني معانا الأستاذ أسامة عادل المدير التنفيذي للمشروع، مروة محي مدير المركز الثقافي لطه حسين، رانيا مهدي مدير متحف راتب الصديق، منى فراج من قسم تكنولوجيا المعلومات، وروان عبد الله المسؤول التوثيقي للمشروع. يعني مجموعه منتقاه جدا، بشرف طبعا انهم معايا وانا معاهم. امبارح العلاقات العامه في مصنع غزل المحله استقبلونا الحقيقه استقبال رائع جدا بين ماكينات المصنع. بعد جولة الماكينات ده كان الأهم بقى، كانت محاضرة ليا عن تاريخ المحلة، عن نجوم المحلة
المحل قدمت ايه في الثقافة والفنون والرياضة. طبعا ما اقدرش ابدا اتغافل عن اليوبيل الذهبي لنصر اكتوبر، وبالتالي ما اقدرش استبعد من مخيلة الطفل ما يحدث في فلسطين، يحدث مع اهالينا في فلسطين. لازم انت بتختبر الوعي عند الطفل، هو شايف فلسطين ازاي. طبعا بطمن كل المصريين اللي بيسمعوا، الطفل المصري على درجة عالية جدا جدا من الوعي. يعني امبارح مثلا كل الاطفال كانوا متضامنين مع فلسطين، كل الاطفال كانوا مع الاستقلال الاقتصادي والمقاطعة. ومن هنا تأتي أهمية الورشة والمحاضرة. طيب زي ما حضرتك شايف، خليني ياخد من كلام حضرتك واقول أهمية الورشة والمحاضرة اللي تقدمت، وكمان احنا عرفنا ان في عصف ذهني بيحصل لتحديد الزيارات والاتفاق على ايه اللي هيحصل. أهمية العصف الذهني اللي موجود في المدارس، ان هو ده بيعمل استثمار في قاعدة الطفولة اللي موجودة عندنا في مصر. طبعا القاعدة الطفولية في مصر هي السند الأكبر لمستقبل هذا الوطن. وزي ما حضرتك شايفة كده مجموعة الأطفال، وادي علم مصر وعلم فلسطين، فبنطمن على وعيهم، بنطمن على إدراكهم وعلى إبداعهم. وعلى فكرة يعني ما بنشتغلش على ما يسمى بالمواهب، احنا بنشتغل على العينة العشوائية، اعتمادا على ان في وطن موهوب ووطن موهوب نص نص، ووطن عريق ووطن لا. مصر، وانا بشتغل طبعا مع الاطفال من اكثر من 20 سنة، الطفل المصري عايم على بحر من الحضارة والابداع، تاريخه سنده في سن مبكر جدا. يعني في ورش انا عملتها مع اطفال سن 3 سنوات. الطفل المصري اللي سن 3 سنوات ما تقدريش تساويه بطفل اخر في اوروبا مثلا. لا، الطفل المصري اعلى. الطفل المصري سنده حضارة عريقة عميقة. وبالتالي استاذ كمان لفت نظري حاجه مهمه قوي في كلام حضرتك. حضرتك بتقول ما بتشتغلوش على المواهب الموجوده، بالفعل انتوا بتشتغلوا على عينه عشوائيه. دي حاجه مهمه جدا، واعتقد ان ده تطبيق حقيقي لقانون الطفل، لان كل الاطفال من حقها انها يتم دعمها، وكل الاطفال من حقها انها يتم مشاركتها. وناس كتير قوي دايما قاعده تشكي بالسنين في المدارس من انهم دايما بياخدوا الاطفال الاشطر والاطفال اللي عندهم القدره ويشركوهم في الحفلات، وده بيأثر على نفسيه باقي الاطفال. ففكره العمل على عينه عشوائيه مش فقط على الموهوبين، اعتقد دي فكره مهمه جدا وتطبيق حقيقي وواضح لحقوق الطفل. كل شكر ليك الناقد محمد كمال المشرف على مبادرة بستان الإبداع، شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا ما فيش شك أنه الاهتمام بالطفل في هذه المراحل مهم جدا، لأن احنا بنجهز نشأ هو اللي هيبقى شباب في يوم من الأيام، وهو اللي هيقود مسيرة التنمية في هذا الوطن. يمكن كنا بنتكلم لسه مع حضراتكم برضو عن ما حدث في المتحف المصري اللي موجود في التحرير، ومن المبادرات المهمة توعية الأطفال، توعية الأطفال بماضيهم، بحاضرهم، بمستقبلهم. احنا عندنا إرث كبير جدا، وشفنا مدى تفاعل الأطفال معاه، ودلوقتي هم موجودين في هذه المبادرة بستان الإبداع. يعني حتى أستاذ محمد هو بيتكلم، هم كانوا موجودين في المحلة الكبرى عشان مصنع الغاز، لكن الموضوع تطرق إلى موضوعات حديثة، بدأ يشوف مدى وعي الأطفال بما يحدث في غزة وفي فلسطين، وأيضا توعية الأطفال بهذا المصنع وهذا الإنجاز اللي على أرض مصر بالفعل، عشان يعرفوا أن الدولة بالفعل ماشية بخطى سريعة جدا نحو التنمية. أكيد. دلوقتي مشاهدينا الساعة 8 معادنا مع موجز لأهم الأنباء مع لميا. تفضلي يا لميا. شكرا لك منا. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكلية العسكرية بمقر الكلية الحربية.
هذا وأجرى الرئيس السيسي حوارا مع الطلبة المتقدمين وأشاد بمستوى الوعي الذي أظهره الطلبة. وأكد الرئيس حرص القوات المسلحة على انتقاء أفضل الطلبة وفقا لأحدث المعايير العملية بعد اجتيازهم كافة الاختبارات بنجاح لينالوا شرف الانضمام للقوات المسلحة. وحرص الرئيس السيسي على إطلاع الطلبة على رؤية الدولة بكافة مؤسساتها وسعيها لتحقيق تطلعات وأمال الشعب المصري بكافة المجالات، مطالبا الطلبة بضرورة المداومة على الاطلاع المعرفي ومواكبة العلوم الحديثة لبناء الشخصية القادرة على حماية الوطن واستكمال مسيرة التنمية في ظل التحديات والأزمات على مختلف الأصعدة. بدأت مرحلة الصمت الدعائية التي يتوقف بموجبه المرشحون في الانتخابات الرئاسية وحملاتهم الرسمية عن أعمال الدعاية والترويج واستعراض البرامج الانتخابية. ويستهدف الصمت الدعائي إتاحة الفرصة أمام الناخب لكي يقوم بدراسة البرامج الانتخابية للمرشحين واتخاذ قراره باختيار مرشحه في الانتخابات في روية ودون ما تأثير دعائي على إرادته. وتنطلق عمليات التصويت في الداخل الأحد المقبل وتستمر على مدى 3 أيام. عقد وزير الخارجية سامح شكري اجتماعا خلال زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن مع السفير ريتشارد نورلاند المبعوث الأمريكي إلى ليبيا. وأكد شكري خلال اللقاء على موقف مصر الثابت والداعم لمسار الحل الليبي دون أي إملاءات خارجية وعدم تجاوز دور المؤسسات الليبية عند طلعها بدورها استنادا على المرجعيات الليبية للتسوية خاصة اتفاق السخيرات وبما يفضي إليه من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت. وأضافت الخارجية في بيان أن شكري شدد على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها في مدى زمني محدد حرصا وتأكيدا على سيادة واستقرار ليبيا. التقى وزير الخارجية سامح شكري وأعضاء اللجنة العربية الإسلامية وزراء خارجية كل من السعودية والأردن وقطر في واشنطن مع السيناتور بن كاردن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي. وأكد شكري في الاجتماع على المخاطر الإنسانية والأمنية لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب غزة، وهو ما يأتي استكمالا لعملية القصف والحصار الإسرائيلي اللا إنساني فضلا عن دفع المدنيين الفلسطينيين للنزوح لجنوب قطاع غزة. كما شدد شكري على أهمية تنسيق جهود الأطراف الدولية إزاء ضرورة التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن والجمعية العامة لفرض الهدن الإنسانية وصولا لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. هذا ويتواصل القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة خاصة على المناطق الشرقية في مدينة خان يونس وعلى شواطئ مدينة رفح وجنوب القطاع، فيما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي المناطق الوسطى في قطاع غزة بعدة غارات. قالت نائبة رئيس الوزراء البلجيكية بيترا دي سوتر إن بروكسل تريد منع دخول المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وكتبت دي سوتر على منصة إكس: سيحظر دخول المستوطنين الذين يتصفون بالعنف إلى بلجيكا، مضيفة أنها ستقترح أن تؤيد بلادها تطبيق الاتحاد الأوروبي حظر سفر على نطاق أوسع. على جانب آخر، أعلن برنارد ليتس المتحدث باسم الحكومة أن بلاده ستطلب من المجلس الأوروبي إضافة مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف إلى قاعدة بيانات معلومات شنغن لمنعهم من الدخول. انتقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نهج إسرائيل في هجومها على جنوب قطاع غزة قائلا إن هناك فجوة
بين نيتها لحماية المدنيين وما يحدث على الأرض. وخلال مؤتمر صحفي في واشنطن بعد اجتماع مع وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون، وضع بلينكين خطوات ملموسة لضمان إبعاد المدنيين عن الأذى وتزويد المناطق التي ينزحون إليها بالغذاء والدواء والمياه. وقال بلينكين إنه علاوة على إعلان مناطق آمنة، سيكون من المهم أن تتاح الاتصالات حتى يعرف الناس أين يمكنهم الذهاب ومتى تتضح الفترات التي يمكنهم الانتقال فيها من مكان لآخر. مشاهدينا، انتهى موجز الثامنة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أعلن عن تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، ودي المرة الأولى منذ توليه المنصب عام 2017 للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة. المادة دي بتمنح الأمين العام سلطة لفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين. المادة 99 من الميثاق بتعتبر هي الآلية اللي بيمتلكها الأمين العام لوقف الأعمال الوحشية اللي بيرتكبها جيش الاحتلال في غزة. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. معانا على التليفون الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولي. دكتور، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير، أهلا وسهلا. بداية، تفاصيل ما يشمل عليه تطبيق المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة. المادة 99 بتتيح للأمين العام تنبيه مجلس الأمن إلى مسألة يمكن أن تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين، وهو وجد أن ما يحدث حاليا في غزة من أخطر الأمور التي يمكن أن تؤدي إلى كوارث إنسانية، وهو ما يقتضي أن يقوم مجلس الأمن بدوره وفقا للقانون الدولي بحفظ السلم والأمن الدولي بمنع الدول التي تعترض صدور قرار بوقف إطلاق النار نظرا للكوارث الإنسانية التي تحدث في غزة بصفة يومية ومستمرة، وانهيار المنظومة الصحية وحصار المدنيين وقتلهم والتهجير القسري وغيرها من الجرائم التي نراها كل لحظة في غزة بطريقة بشعة لم يشهد لها العالم مثيل من قبل. طيب دكتور، وحضرتك بتقول إن هذه المادة دورها لفت انتباه مجلس الأمن، هل يحتاج مجلس الأمن إلى لفت انتباه لما يحدث؟ لا، هي تعتبر إنذار. يعني كلمة في نص ميثاق الأمم المتحدة أن ينبه، التنبيه هو عقوبة أو إنذار، وبالتالي هذا الإنذار موجه إلى الدول، لأن مجلس إن الأمين العام هو ليس له سلطة، فهذه أقوى سلطة له أن يصدر تنبيه لمجلس الأمن. هو فعلا أصدر تنبيه لمجلس الأمن، وبناء على ذلك سيجتمع المجلس اليوم لبحث الأمر، ومطروح طبعا قرار معد من أسبانيا والإمارات سأيدته ب وقف فوري لإطلاق النار لاعتبارات إنسانية، لأن المهازل التي تحدث تؤدي إلى زيادة تفاقم الأمر وانهيار المنظومة الصحية بالكامل وتفشي الأوبئة والأمراض، وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى انهيار كامل في قطاع غزة. فيبقى إذن هي ليست مجرد يعني إنه رسالة بيقول له أنت متأخر، لا، هو ده يعتبر عقوبة أو لفت نظر. هذا لم يحدث في تاريخ الأمم المتحدة من قبل إلا سنة 1960 حينما فعل داك هامرشيلد ذلك في الكونغو، وأدى هذا إلى تشكيل قوة عسكرية من الأمم المتحدة لإيقاف القتال وللفصل بين المتحاربين اللي كانت بتأيدهم سواء الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفيتي في هذا الوقت. أكيد. طيب، جوتيريش طالب مجلس الأمن باستخدام كل نفوذه لمنع كارثة إنسانية في القطاع، هل تتوقع استجابة لهذه المطالب؟ الحقيقة هو المطلوب أنه الولايات المتحدة لا تستخدم الفيتو، لأن هو حاليا الاتجاه الغالب في مجلس الأمن حاليا أنه يجب وقف إطلاق النار فورا للكثير من الاعتبارات وعلى رأسها الاعتبارات الإنسانية. فالولايات المتحدة في آخر تصريح لها على حسب ما أدلى بلينكين
الإدارة الأمريكية إنه الحرب يجب ألا أن تأخذ أسابيع وليست أشهر. يعني هم كل اللي بيطالبوا به إسرائيل استمري في الحرب لكن ليس لعدة أشهر كما تقول إسرائيل ولكن لعدة أسابيع. طبعا هذا تصريح خطير جدا ويتعارض مع رسالة الأمين العام للأمم المتحدة إنه بينبه المجلس إلى ضرورة وقف إطلاق النار فورا. والمطروح اليوم على مجلس الأمن سيطرح قرار بوقف فوري لإطلاق النار. لو الولايات المتحدة الأمريكية لم تستخدم حق الفيتو يبقى إذن سيصدر هذا القرار، ولكن استخدامها للحق الفيتو على هذا القرار معناه أنها تعتبر شريكة لإسرائيل في هذه الحرب وأنها تقف ضد العالم كله بما في ذلك الأمم المتحدة. طيب توقعات حضرتك لما سيحدث، هل بالفعل من الممكن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم حق الفيتو ولا من الممكن أن الضغوط الدولية عليها كحكومة وأيضا من الشعب الأمريكي من الممكن أن يمنع الولايات المتحدة الأمريكية من استخدام الفيتو؟ هو الحقيقة طبعا أنه يعني عدم استخدام حق الفيتو في هذا الأمر سيؤدي إلى ارتياح عالمي، لأنه حتى ما يخرج من الولايات المتحدة حاليا أنه في تململ من المسؤولين وأن صبرهم الأمريكيين وأن صبرهم بدأ ينقص مما تقوم به إسرائيل ومن استمرارها في قتل المدنيين. هي إسرائيل بتدعي أنها تحارب حماس، في الوقت الحالي إسرائيل لا تحارب حماس، نحن لا نرى حرب من إسرائيل لحماس ولكن نرى بالعكس دفاع من رجال حماس والمقاومة كتائب القسام لما يرتكبوا الإسرائيليين من هجوم وتوغل قواتهم العسكرية في داخل غزة. هم يحاولوا إيقاف هذا، وبالتالي إحنا القتال اللي بنراه هذا قتال تقوم به حماس دفاعا عن نفسها ودفاعا عن شعبهم ودفاعا عن المدنيين الذين تقتحم إسرائيل مستشفياتهم وبيوتهم ومراكز إيواءهم وما إلى ذلك. فما نراه ان اسرائيل لا تشن حرب على حماس وانما تشن حرب على اطفال وعلى نساء امنين ساكنين في مساكن، وهؤلاء مدنيين لا يجوز قتالهم وفقا لاتفاقيات جنيف الاربعه عزيز التي ابرمت منذ سنه 1900. طيب دكتور لو افترضنا ان الولايات المتحده الامريكيه لم تستخدم الفيتو وخرج قرار من مجلس الامن بوقف فوري لاطلاق النار، امكانيه تطبيقه يا فندم؟ في هذه الحالة يتعين تشكيل قوة لمنع توغل إسرائيل وردها إلى حدودها ومنع قواتها من التواجد في داخل قطاع غزة وصلا للفصل السابع. هذا ما يجب أن يترتب على قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، لأنه مثل هذا القرار يجب تنفيذه وتنفيذه لا يمكن أن يتم إلا وفقا للفصل السابع الذي يسمح للمجلس بتشكيل قوة لتنفيذه بالقوة في حالة امتناع إسرائيل عن تنفيذه. عشان كده يمكن حضرتك تلاحظ أن الرد الفعل على خطاب جوتيريش لم يصدر من الولايات المتحدة ولكن صدر من إسرائيل. إسرائيل هي التي اعترضت على هذا القرار. كان في تصريح بالفعل لإيلي كوهين وزير خارجية إسرائيل بيقول إن ولاية أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتهدد السلم العالمي بعد إرساله خطاب لمجلس الأمن حول غزة لتفعيل مادة 99 من ميثاق الأمم، وقال كمان على موقع أكس إن هو ما يحدث ولاية جوتيريش تشكل خطر على السلام العالمي، وإذا أرادت العالم أن يعيش في هدوء عليه أن يساهم في تحرير غزة من حكم حماس على حد قوله. هو فعلا زي ما حضرتك بتقولي، إذا رد الفعل صادر من إسرائيل وليس من أمريكا. المفروض أن المعنية بهذه الرسالة هي أساسا الولايات المتحدة الأمريكية لأنها هي التي تعرقل إصدار قرار، وبالتالي لما يصدر من إسرائيل معناها إنها ترغب في استمرار هذا الوضع، ترغب في استمرار تفاقم الأمور، ترغب في الاستمرار في قتل الفلسطينيين. هي تقول أننا لن نقف الحرب إلا بعد الانتصار على حماس. كيف ستنتصر على حماس وهي أصلا لا تحاربها؟ نحن لا نرى أن إسرائيل بتحارب حماس، احنا شايفين أنها بتقتل أطفال، بتهاجم مستشفيات، بتهاجم مراكز إيواء، بتهاجم مدنيين، بتقتل أطفال. هل هذا قتال لحماس؟ هي لا تقاتل حماس، فكيف ستنتصر؟
ومتى ستنفصل؟ حتى لو قعدت سنين هي لن تنفصل، وهي بالعكس هي الفلسطينيين بيكبدونهم خسائر فادحة يوميا، قتل من الجنود والضباط الإسرائيليين الذين يرهبون أصلا الفلسطينيين في الوقت الحالي. أكيد حضرتك تابعت الصورة اللي شفناها كلنا على السوشيال ميديا امبارح من تعرية عدد كبير من الفلسطينيين والتنكيل بهم ومن ثم اقتيادهم في عربة إلى أماكن مجهولة، حتى الآن مش عارفين مصيرهم هيكونوا عامل إزاي، حتى أن البعض على وسائل التواصل الاجتماعي دكتور بدأ يقارن ده بما فعله داعش، على الرغم من ده أنه المقارنة بعيدة تماما. على الأقل داعش هي منظمة إرهابية باعتراف الجميع، أما دي فهي تدعي أن هي دولة ولها مؤسسات، حتى أنه داعش يعني ما قدرتش ان هي تفعل ما فعلته قوات الاحتلال بالامس في هذه الصوره المهينه من الاذلال لابناء الشعب الفلسطيني. في نظر القانون الدولي كيف تقيمون هذه الصوره؟ فعلا هي هذه الصوره تعتبر من اقوى الدلائل على ان اسرائيل هي دوله ارهابيه، لانها تقوم باعمال غير انسانيه، بانها تحتقر الاسرى. الأسرى يجب معاملتهم باحترام، ويجب عدم القصد من كرامتهم، ويجب تقديم كل الرعاية اللازمة لهم، لأن هذا مقرر وفقا لأحكام القانون الدولي وفقا لاتفاقيات جنيف الأربعة. وبالتالي ما قامت به إسرائيل في هذا الشأن يعتبر عمل مناهض لكل أحكام القانون الدولي، ويستوجب عقاب رادع لهذه. وبالتالي هنا المحكمة الجنائية الدولية لا شك أن هذه الجريمة يجب أن تضاف إليها، وهذا ما يقوم به كريم خان اللي هو المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، الذي يجب عليه أن يضيف هذه الجريمة إلى كل الجرائم البشعة التي ترتكبها إسرائيل، والتي تخالف بها أحكام القانون الدولي، والتي تتحدى بها العالم كله، ولأنه لا توجد قوة في العالم كله تقف في مواجهة هذا الطرف وهذا العدوان الإسرائيلي لمجرد أن الولايات المتحدة الأمريكية تحميها. الولايات المتحدة الأمريكية بالأمس كانت تسير طائراتها فوق غزة للبحث عن الأسرى. هل هذا أمر متصور؟ كيف ستبحث هذه الطائرات عن الأسرى أو ما تقول عنهم أنهم رهائن ومنهم أمريكيين؟ الطريق الوحيد لحل هذه المشكلة هو الجلوس مع الفلسطينيين والتفاوض معهم للحصول على هؤلاء الأسرى. وأكثر من مرة أعلنت كتائب القسام أنهم مستعدين لتسليم الأسرى، ولكن وفقا للشروط المنطقية التي يجب أن تحترمها إسرائيل. إسرائيل بصلافة لا تريد أن تحترم هذه الشروط، وتستمر في ارتكاب الجرائم الوحشية والمهازل والأعمال المحطة للكرامة البشرية التي يجب أن يرفضها أي إنسان في العالم. ده في حالة إن كان الهدف هو فعلا الحصول على الأسرى، ولكن إحنا شفنا لمدة أسابيع في البداية إلى أن علت الأصوات في إسرائيل، أهل الأسرى هم اللي طلبوا، ووقتها بقى ابتدى تحويل دفة الكلام على الكلام على الأسرى، ولكن قبلها لم يكن من الأهداف المعلنة أبدا تحرير المحتجزين، بالعكس كانوا بيتكلموا دايما في الانتقام والإبادة و. طيب خلينا نقول إن حضرتك بتتكلم على ان الولايات المتحده الامريكيه قد تستخدم الفيتو او قد لا تستخدم الفيتو، الا يتم التعامل مع الولايات المتحده الامريكيه وكانها هي التي تحارب؟ احنا شايفين يعني كم الاسلحه اللي هي ارسلته وكم الدعم الذي تقدمه، اكثر من مشروع قانون تم تقديمه لمزيد من المساعدات الماليه لاسرائيل، كيف يتم التعامل مع الولايات المتحده في المجتمع الدولي؟ مع الأسف إنه القانون الدولي يقف عاجزا عن محاسبة الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها في الواقع هي التي تصنع القانون، هي التي تجيز إصدار قرار أو تمنع إصدار قرار. هذا الموقف الغير الطبيعي الذي تتمتع به الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مشاركتها في الحرب العالمية الثانية التي انتهت منذ سنة 1945، وهي تتمتع بمركز متميز إلى جانب أربع دول أخرى في مجلس الأمن، أنها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ويحق لها إصدار قرار بالفيتو أو بمنع صدور قرار. لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية يجب معاقبتها، لأنها فعلا شريكة في هذه الحرب بكل ما أرسلته من مساعدات سواء عسكرية أو لوجستية أو
مالية أو غيره لإسرائيل وقيام بعض أجهزة تابعة لها بالاشتراك في الحرب، لأنه هي كانت تصد بعض الطائرات التي موجهة من اليمن إلى إسرائيل والصواريخ وكذلك في لبنان. وبالتالي فهنا كل هدف الولايات المتحدة منع انتشار الحرب وزيادة الدول المشاركة في الحرب، لكن هي لن تستطيع أن تفعل ذلك بسبب استمرار الوحشية الإسرائيلية، أن الدول في الوقت الحالي مدفوعة بشعوبها ترغب في إيقاف هذه المهازل، وإيقاف هذه المهازل في الوقت الحالي طالما أنه لا يتم وفقا للقانون، والطريقة الوحيدة أنه يتم بالقوة، وبالتالي ده يؤدي إلى توسيع دائرة الحرب، أنه أكثر من دولة يمكن أن تشارك في هذه الحرب لمنع إسرائيل من الاستمرار في جرائمها الوحشية. القانون الدولي وقف الآن عاجزا عن حل هذه المشكلة، لأنه لا يستطيع أن يقول للولايات المتحدة الأمريكية أنت مخطئة وأنت مخالفة للقانون وأنت ارتكبت جرائم إبادة جماعية في غزة وشاركت في هذه الجرائم. هذا هو الواقع مع الأسف، إنه القانون الدولي أصبح هو مجرد قانون القوة، من لديه القوة هو الذي يفرض أحكام القانون، ومن ليس له قوة بيقف عاجز عن الحصول على حقوقه أو أبسط حقوقه كما نرى بالنسبة للفلسطينيين. طيب دكتور، لو رجعنا مرة أخرى للصورة المنتشرة للمدنيين الفلسطينيين اللي بيتم التنكيل بيهم، حضرتك قلت أنه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في هذه الحالة من المفترض أنه يتدخل، هل يحتاج إلى مذكرات تقدم ليه، ولا هو بمجرد ما هو تابع وراء هذا المشهد وهذه الصورة من الممكن أن يتدخل، وشكل التدخل يكون عامل إزاي؟ هو الحقيقة أنه تم فتح ملف لفلسطين باعتبارها عضو في المحكمة الجنائية الدولية لمشاركتها في اتفاقية روما وانضمامها إلى المعاهدة، أصبحت عضو في المحكمة الجنائية الدولية وقامت بتقديم طلب وأيدتها في هذا جنوب أفريقيا وعدة دول أخرى، وتم تقديم باعتبار أنه هذه دول أعضاء في قصر روما المنشأة المحكمة الجنائية الدولية، وهذه الدول يحق لها أن تطلب إجراء تحقيق عن ارتكاب جرائم حرب وهو ما يحدث في فلسطين في الوقت الحالي. وبالتالي هذا الملف فتح فعلا، ويقوم كريم خان اللي هو المدعي العام لهذه المحكمة باستكمال التحقيقات وجمع الأدلة والوثائق وجمع الشهود لتحديد المتهمين في هذه الجرائم الوحشية. جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة بتستتبع توجيه الإسرائيل. معلش إذا سمحت لي يا دكتور، هل بيتم تغذية هذا الملف باستمرار؟ يعني كأشخاص مثلا ممكن نكون بنتابع ونشوف مشاهد على السوشيال ميديا، هل من الممكن شخص عادي يتقدم إلى الجنائية الدولية بحيث أنه يعزز من الأدلة الموجودة في هذا الملف، ولا لازم مؤسسات وكيانات ودول؟ الحقيقه ان الاشخاص العاديين ليس من حقهم الالتجاء، لان هو ليس عضو الذي يحق له التوجه الى المحكمه الجنائيه الدوليه، هي الدول الاعضاء في اتفاقيه روما فقط، وهي الدول الاعضاء وفلسطين من هذه الدول، وفلسطين بتتقدم بطلبات، وهي التي يجب عليها ايضا ان تتابع هذا الملف بمساعده الدول الاخرى، لان المحكمه الجنائيه الدوليه ليست لديها القوه اللازمه لتتابع وتوالي الخطوات، ولكن تحتاج الى دعم. يجب على كل دول العالم ان تساعد المحكمه الجنائيه الدوليه في استكمال هذا الملف وفي الامر بالقبض على مجرمي الحرب الذين ارتكبوا هذه الفظائع، واللي من ضمنها الجريمه الوحشيه في اساءه معامله الاسرى. وصلت الصوره، وامتهان كرامتهم. كل الشكر ليك الدكتور ابراهيم احمد استاذ القانون الدولي، شكرا جزيلا يا فندم. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نستكمل معاكم باقي حلقاتنا. النادي الاهلي النهارده عنده مواجهه حاسمه مع شباب بلوزداد الجزائري في الجوله الثالثه من دوري ابطال افريقيا. فوز الاهلي النهارده هيكون مهم جدا، خصوصا بعد انخفاض المستوى الفتره اللي فاتت وحصيله النتائج اللي كانت موجوده معانا الفتره اللي فاتت. الاهلي عنده 4 نقاط بيتصدر المجموعه، وفوزه النهارده بيضمن ليه التاهل بنسبه 80%. خلينا نتكلم اكتر عن مباراه الاهلي وكمان مباراه الانديه المصريه الاخرى مع محمد عباس الناقد الرياضي اللي منورنا. صباح الخير عليك يا محمد. صباح الفل عليكم. اخبارك ايه؟ صباح الفل، كل تمام الحمد لله. طيب النهارده الاهلي عنده مباراه وما هيش مباراه سهله بالمناسبه، في ظل المستوى
اللي مش راضي جماهير النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت، شايف ازاي الاهلي استعد لهذه المباراه؟ ماتش صعب، ماتش صعب مش عشان النتائج، عشان الناس محسسها برضو يعني بيتكلموا عن الاهلي دلوقتي محسسين الموضوع كارثي او النتائج كارثيه يعني. لا الاهلي متصدر في الدوري، ماشي متصدر في افريقيا، مفيش مشكله، بس المشكله بقى ان انت الجمهور يمكن فاهم كوره شويه في مصر اكتر يعني، فالناس عارفه ان الاداء ده هيودينا النتائج وحشه. الاداء هو اللي مش كويس. والماتش صعب لان انت بتواجه اقوى فريق عندك في المجموعه قبل ما المجموعه تبدا، لان مع بدايه المجموعه والماتشين اللي اتلعبوا عرفنا ان ميديام الفريق اللي من غانا الجديد على المجموعه وجديد على البطوله عامه يعني قدم مستوى هايل لغايه دلوقتي، وقدم نفسه ان هو احسن فريق لعب كوره في المجموعه اصلا. بس انت بتلعب منافس المباشر ليك قبل ما المجموعه تتلعب، بلوزداد فريق كويس، فريق منضبط جدا. فالاهلي لازم النهارده متهيألي هو الموضوع كله اول ربع ساعه يعني، انا متهيألي لازم الجمهور الضغط لازم تجيب جون في الاول. الاهلي النهارده يعني انا بدي محاضره لعيبه الاهلي، بصوا انزلوا كل الملعب لازم يجيب جون في الاول. الفرق الجزائريه، الفرق شمال افريقيا عامه وفريق جزائري خاصه، والفرق اللي بتعرف تعمل اداء منضبط تكتيكيا لما بيكونوا في حالتهم يعني، وبلوزداد في حالتهم الفتره دي، الناس دي بتلعب دفاع كويس قوي، ويبتدي يزيك في مناطق دفاعاتك بعد نص ساعه مثلا لما يخش في الجيم، وفي الاوقات اللي انت بتفقد تركيزك فيها اللي هي بتبقى اخر دقائق من الشوط الاول اول الشوط الثاني، الوقت اللي انت ضاغط فيه قوي هو بيعرف يخطفك في واحده. لازم الاهلي يكون متقدم عشان الجمهور يبتدي يسندك، ما يتقلبش عليك الجمهور، يبتدي ما يفقدش ثقته فيك وانت تاخد الثقه وتهد الحته دي فيه، هو ما يعرفش يلعب عليك يعني. طب ولو ما حصلش في الاول الجون ده؟ الضغط، لازم لعيبه الاهلي تعرف تتعامل مع الضغط، ما يبقاش فيه لهوجه، لان انا واخد بالي هو الفتره اللي فاتت اللعيبه المصريه عامه مش لعيبه الاهلي بس، اول ما بتتزنق في النتيجه اللعيبه بتستعجل جدا، مش سرعه تنفيذ الهجمه، يلا بينا بقى اي حاجه، وتحس ان اللي بيشوط ما بقاش يشوط، واللي ما بيشوطش بيشوط، عارف اللي هو فيه لخبطه. لا لازم لعيبه الاهلي تبقى عارفه كويس بقى، محضره نفسها ان لو الموضوع اتاخر احنا ما نستعجلش، لان هم ما بيستعجلوش يعني، هو بيلعبوا كوره منضبطه جدا. بس في نقطه النهارده ممكن نقول للناس تطمن جميع الاهلي شويه، هي دي التريكه او دي الزتونه بتاعت الماتش يعني، ان النهارده الباك الشمال والمدافع الشمال بتوع فريق جزائري العوافي الباك الشمال والمدافع الشمال ده اسمه شعيب كداد حاجه، الاثنين دول مش هيلعبوا. شفنا البدله بتوعهم الماتش اللي فات مش احسن حاجه يعني، الباك شمال كان ناشئ اسمه شمس الدين باين، في مدافع شمال اسمه اشرف بودراما كارثي النهارده، بتخاف منه؟ كارثي كويس، لا كارثي يعني. وحش جدا، وحش كارثي، ده حاجه بقول لك تفرح جمهور الاهلي. كارثي اشرف بودراما ده يعني، متهيألي بيرستاو النهارده مثلا لو لعب عليه او اللعيب وسط الملعب اللي بيكمل امام مثلا او حاجه ما يكملش شمال، يكمل يمين الاهلي اللي هو شمالهم هم يعني. الحته دي فيها مشاكل كتير. بيلعب فين؟ موقعه فين؟ مدافع الشمال والباك الشمال اللي جنبه. اوكي. الاثنين مش هيلعبوا الاساسيين، والاحتياطيين المدافع الشمال وحش قوي، والباك الشمال المفروض يغطي عليه هو ناشئ ولد صغير، فمش عارف يغطي اخطائه دي. اكيد كولر قرا الموضوع ده. المفروض يعني، لان متهيألي كمان تكمله لعيبه وسط ملعب الاهلي لازم يكون عندهم الذكاء الكافي ان هو لا اتحرك عند الراجل ده، الراجل ده بيتلخبط. الماتش اللي فات هو اللي كان السبب في جون دخل فيهم، فمتهيألي الاهلي النهارده بالضغط عليه مع الجمهور وكده واضح ان الراجل عنده مشاكل يعني، الراجل ده بالذات، والباك الشمال طبعا ما عندوش خبرات كافيه يغطي عليه. طيب كولر مؤخرا بقى في كلام كتير حواليه وحوالين طريقه ادارته للمباريات، والناس برده مش مبسوطه اكتر حاجه يعني بالتزامه مع النتائج اللي مش باسطه جمهور الاهلي. احنا متخيلين ان القايمه الكولر متوقع انه يلعب بيها، خصوصا ان احنا سمعنا ان مودست ممكن يرجع او راجع بالفعل، في استبعادات كتير يا اما للاصابه يا اما كمان لعدم توافر المستوى الفني، متخيل ان شكل القايمه النهارده هيكون ايه؟ لا التشكيله اللي هيلعب بيها كولر عادي، بس هو في اسمين، هو في اسم فيهم استبعده من سفريه كاس العالم للانديه، وفي اسم تاني هو مخرجه النهارده من الماتش متهيألي اكرم توفيق وعبد القادر، الناس كلها بتتكلم على الاسمين دول يعني، وهو بيقلل الحلول عنده، انا شايف اكيد كولر يعني يستاهل الانتقاد في ده، بس الناس ساكته، وكولر لو لعب ماتش حلو او قدم كاس عالم انديه حلو الناس هتنسى ده، الناس بتنسى في الكوره، بس هو قرار صح او غلط متهيألي تجنيبه لاكرم توفيق الفتره دي وعبد القادر ما اعرفش، مش مقتنع بده بصراحه. عبد القادر بيدي حلول وبيعرف يلعب الماتشات الكبيره عامه، عبد القادر ممكن يدلع في ماتش صغير، ان الماتشات الكبيره بيلعب فيها كويس، واكرم توفيق عنصر قوه يعني عندك يعني. هو مجنب الاثنين دول جدا وبان في كاس عالم الانديه كمان في القايمه اللي اتبعتت. هل اكرم رجع بقوته بعد الاصابه؟ ما انت لازم تديله عشان يرجع بقوته يعني، انت هو لعيب راجع من اصابه طويله بتديله بقى ماتش اثنين ونص ساعه مش عارف ايه، لا هو ما بيديلوش، هو واضح يعني هو مش مقتنع، في مشكله فنيه معاه يعني، هو مش مقتنع بيه، ودي مشكله انت بتقصب يعني بتقلل الخيارات اللي عندك، وانت اوريدي عندك مشاكل يعني في الاداء، مش بتلعب حلو قوي يعني،
فزود زود حتى الدكه يعني راضي الناس جربهم كريستو ما بيلعبش هو كولر عنده السنه دي في شويه مشاكل يعني. وعنده حاجات كده ثابته في كل مباراه يمكن غيرها الماتش الاخير التغييرات بتاعته بعد الدقيقه 60 65 تقريبا متاخر جدا لكنه غير وقناعات كده في لعيبه معينه وفي تغييرات ثابته كمان ومحفوظه ومعروفه السنه اللي فاتت خد كل حاجه موسم اسطوري زي ما هو قال فلازم هو لما يجي السنه دي ويجرب او يكمل عند مثلا في حاجه معينه ما تبقاش قادر تكلمه قوي غير لما يخسر حاجه مهمه قوي او يعني تبتدي يعني يخسر حاجه نتائج نتيجه كبيره مثلا او بطوله كانت مضمونه مثلا ان انت لازم تأدي فيها انما لغايه دلوقتي هو راجل ممكن انتقده في اول وقالي ماتش بتاع سان داونز وبطوله الدوري الافريقي دوري السوبر انما غير كده ما فيش كارثه يعني فاهم وما نتمناش يبقى في كارثه بس هو يعني ما فيش كارثه عشان اكلمه فيها بس شكل الاداء يقلق لو كل ما عرفش يشتغل يرجع تاني السنه اللي فاتت لا مريح يعني هو شويه بعد البطولات اللي خدها السنه اللي فاتت تحس يعني حتى كلامه في المؤتمر اصل لعيبه تعبانه اما دي حجه اللي هو يعني اي حد في العالم اول ما بيتعادل يتغلب ماتش يقول لك اللعيبه تعبانه ليه لا يبقى بيفهم عارف احنا مش شمود مكسب يعني مجهده يعني يقصد اي كلام حاجه الهوك انت ما بتعملش روتيشن ما انت الهوك ما تعمل روتيشن انت عندك عباده مثلا بره كل ماتش العب بنفس الجناح انت اللي اخترت مودست بديل لكهربا بس طب خلينا ناخد بقى قصه مودست دي مودست رجع تاني ونازل برغم ان الناس مش يعني الاراء حواليه لا اختيار سيء مفيش حق اصل يعني الكوره ما يعني مفيش لمسه عجبتك طيب مودست مفيش نقدر نبني عليها مثلا انت شفت لمسه ما ينخرط لا انت طبعا هتكون فاهم اكتر مني يعني لا ما ينخرط شويه مع الفريق وياخد على الفريق مثلا والناس بتقدر جدا حتى اللي بيجتهد حتى يعني سامسون مع الزمالك مع اختلاف التجربه يعني بس الراجل لما لعب ماتش وماتشين وجاب جون وبيجري شويه ولا حاجه لا ناس تدافع عنه مودست بيلعب على الواقف لغايه دلوقتي في مشكله كبيره يعني هو بيلعب مش بيبدي مجهود حتى فالناس ما هو دي قدراته يعني ما مش عارف هو مش عايز يلعب يعني في حاجه بس هو الناس طبعا يعني حق الناس عليه ان هم ما يتعاطفوش معاه الراجل ما بيجريش ما بيورينيش ان هو عايز يتعب يعني فاهم الفرق انا حتى لو مش ماشي معايا هنزل الملعب اهين نفسي يعني في حاجه في الكوره اسمها اهين نفسي هو ما بيعملش ده هو واقف فازعلوا انتوا بقى الموضوع صعب جدا سلبي اكتر مما ينبغي مش بيحاول يسعى للكوره مش بيحاول يشتغل على نفسه جدا. وده جاي بالسلب على كهربا ان هو مطلوب منه يلعب كل ماتش ويلعب عدد دقايق اكتر حاول يجرب فيها صلاح محسن وما عرفش الاهلي عنده مشكله في الحته اللي قدام دي ولو متهالي في يناير لو الاهلي هيدعم هو اول مركز يعني الهجوم يعني طيب امام عاشور لما نزل المباراه اللي فاتت قدام افريكانز يانج افريكانز ما كانش في المستوى المطلوب وبعدين خرج ونزل مكانه قفشه اتوقع ان المباراه دي يبدا بقفشه ولا ممكن يبدا برده بامام وسبب برده تراجع مستوى امام عاشور خلال الفتره اللي فاتت النقله كانت صعبه يعني خلاص واضح ان النقله كانت صعبه ولكن متهيألي ماتش زي ده امام اهم بكتير يعني او متهيألي ممكن يبدا يعني يبقى ابدا بالاثنين لو انا اللي بختار ابدا بالاثنين انا عايز اضغطهم يعني بس هو عامه امام اهم بكتير بص في الماتشات الكبيره او الماتشات المقفوله اللي زي دي مع الفرق المنضبطه تكتيكيا اللي جايه من شمال افريقيا سلاح التسديد رقم واحد لان انت في الكره العرضيه مش هتعرف قوي الكرات العرضيه هم واقفين صح دايما هم اطوالهم بتبقى مميزه جدا انما انت في التسديد من بره انا الماتش مقفول لازم اشوط كتير مين احسن واحد بيشوط في الاهلي امام عاشور بس ايه بقى امام عاشور يعني بتيجي كده مين اللعيب اللي يقدر يعمل الحاجه اللي انا عايز اعملها في الماتش ده هلعب المرتده مثلا مين اللعيب اللي يعرف يجري في المرتده صلاح محسن العب صلاح كده فمين اللي بيشوط امام عاشور فامام اكيد مهم جدا النهارده ويا ريت يبقى امام وقفشه يعني متهيألي واحد بس على الدايره مثلا كفايه واحد يعمل المسانده اللي هي الدفاعيه في وسط ده يقودنا بقى الكلام عن التشكيل هيبقى عامل ازاي النهارده نفس تشكيله يعني بس هو هيدي بيرسي وكهربا وهو مهم عند الناس اللي قدام مين فبيرسي وحسين وكهربا مروان وديانج واحد من الاثنين امام وقفشه بس هو متهيألي امام يعني انا لو بلعب مصلحه الاهلي يعني يكون امام وقفشه الاثنين واحد بس مروان وديانج مش محتاج ده مش محتاج اقف ورا قوي وبس الباقي خلاص معروف الاثنين اللي سلام في قلب الدفاع اللي موجودين بعد اصابه عبد المنعم وهاني ومعلول متهيأ لازم يدي بس شويه بقول لك كلام للناس على الحته الشمال بتاع يعني بفكر الناس دايما لان الاهلي النهارده لو جاب جون متهيأ لل 80 90% هيجي الجون من المكان ده النقطه الضعف بتاعت فريق زي اللي هو ما عرفش يعالجها ومتهيأ لي لحد اخر تمرينه كانوا بيلعب بنفس اللعيب هو لعيب ما اعرفش ليه يعني مستواه عامل ازاي كده بس هو سيء جدا يعني
طيب خلينا نروح بقى لبيراميدز وسان داونز. متوقعين ان احنا نشوف مباراه حلوه، بس دايما بيبقى في حاجز كده موجود عند بيراميدز، عنده اسامي ثقيله وعنده اسامي كبيره وعنده نجوم، لكن دايما الاداء بيبقى فيه شخصية. شيء ما مش موجود في المباراه مش بيخلينا مبسوطين واحنا بنتفرج. الشخصيه الحاجه اللي موجوده عند الاهلي والزمالك في اي بطوله افريقيه بيخشوها، الحاجه اللي بره بتخلينا نستنى من ريال مدريد وليفربول وسي ميلان يلعبوا بطوله اوروبيه قويه حتى لو وضعهم في الدوري مش كويس. احنا قعدنا فتره 10 سنين مثلا بنشوف ليفربول سيمي فاينل تشامبيونز وهو رابع الدوري، يعني ما بينافسش خالص. الشخصيه دي بتتبني مع سنين. بيراميدز عنده مشكله، لو عنده مشكله، المشكله الوحيده في الشخصيه وبطء قلوب الدفاع شويه. ده بيعمل بطء قلوب الدفاع. علي جبر او احمد سامي عندهم بطء شويه. غير كده احنا عارفين بيراميدز عنده سكواد هايل، قايمه هايله، وبس هو ورط نفسه في المجموعه دي. يعني هو بدا بدايه كويسه قوي، المشكله ورط نفسه الماتش الثاني. ان هو تزيبه فريق صغير، هو اقل فريق المجموعه، وانا بتخانق في ثلاث فرق قويه جدا، فمعايا فرقتين زيي بالظبط، مازيمبي وسان داونز. كسبت مازيمبي، ما تغلبش من تزيبه، ما ينفعش فريق اقل. فلو ورطت نفسي ان انا محتاج ان انا ما اتغلبش من سان داونز الماتش ده، وسان داونز وثلاثة العصر ذكريات مش لطيفه مع المصريين. هيبقى ماشي ازاي يعني؟ سان داونز الساعه 3 العصر المصريين. لو سالتي اي مشجع كوره مصري قلت له سان داونز الساعه 3 العصر، دي بتاعه سان داونز 3 العصر. طيب ايه رايك في الكوره اللي بيقدمها سان داونز خلال الفتره اللي فاتت؟ يعني من 7 8 سنين ما كناش نسمع عنه اصلا، دلوقتي ظهر فريق وفريق قوي وبينافس يعني وبينافس على البطوله واداؤه. يمكن النادي الاهلي يعني كنت انت لسه بتتكلم في الموضوع ده، النادي الاهلي دايما عنده بيتعثر دايما قدام سان داونز. مش الاهلي بس والله، قلت 3 العصر دي قلت مشجع مصري، لان حتى الزمالك برده راح هناك خد الثلاثة والاهلي خمسة. يعني هو الفريق ده الساعة 3 العصر الموضوع مشكلة في التوقيت يعني؟ مش هو الميعاد ده بقى وحش عند المصريين. بتكلم بجد فعلا، هل التوقيت ده مثلا مجهد بالنسبة للعيبة المصريين؟ بص هو في شوية، ان احنا طبعا مش متعودين نلعب الصبح. بس هو الموضوع مش كده، احنا طبعا هو موضوع اف ايه اصلا، هو 3 العصر ده، فبيراميدز رايحين يلعبوا الساعة 3 العصر. بس لا، هم الناس دي بتلعب كورة متطورة جدا. حتى بيجي يلعب معاك هنا بالليل هو بيلعب كورة عليك. دي بلان، دي منظومة اتبنت بأساس علمي، فالناس دي اشتغلت صح من زمان جدا، من اكتر من 10 سنين. فهم دلوقتي بياخدوا ده، بياخدوا بقى بيجنوا ثمار ده. الناس دي في 2015 و2016 الناس دي وصلت، ولما عمل ماتش على الزمالك ساعتها كان اول ما نسمع في النهائي اللي كسبوه من الزمالك كان اول ما نسمع عنهم. بس لا، الناس دي كانت مخططه قبليها 3 4 سنين، وده كان مكسب سريع، كانوا مش عاملين حسابه. هم عاملين حساب اللي بيحصل دلوقتي، ان المنظومه بناشئينها بالتعاقدات، الناس حاطين سكاوتنج كشافين، بيجيبوا لعيبه من امريكا الجنوبيه ب 100,000 و200,000 دولار واورو. اللعيب بيوصل سعره 5 مليون اورو في يعني في سنه سنتين. فعندهم كشافين، هم بيجيبوا صفقات مهمه جدا. منظومه اي لعيب عندهم بيلعب نفس الكره اللي هم عايزين يلعبوها، وبيبيع. هو كل سنه بيبيع 2 لعيبه 3 لعيبه عادي، هو بيلعب نفس لعبه. ودلوقتي بقى وصل ان هو مش مضطر يبيع، وانت بتكسب بقى فبتكسب فلوس. بص منظومه الخطه، انا هي حاطط هي دي الشخصيه اللي بتتكلم عليها، هي دي الشخصيه اللي بتقول انها ناقصه بعض الفرق المصريه. طبعا على مدار سنين بتبني. السنه دي مثلا عملنا بطوله كويسه، يعني ميدياما ده مثلا فريق لعب كوره كويسه السنه دي، والله وصل قبل النهائي. لو مش موضوع مش مدروس او مش محطوط له خطه، ما السنه الجايه مش هيبقى موجود ميدياما، فمش هيبني شخصيه. انما سان داونز عملوا 2015 قدام الزمالك بطوله هايله، او 2016 يجي 2017 انا عايز اوصل سيمي فاينل، 18 انا عايز اوصل سيمي، انا هفضل وسط الكبار، انا ببني شخصيه. فيبقى في لعيبه عندي مثلا 5 6 لعيبه من الفتره دي لحد دلوقتي هو كابتن، هو لعب له بتاع 3 نهائي و2 سيمي فاينل شخصيه. ده اللي بنى طبعا معلول مثلا والشناوي والاسامي في الاهلي عندها الشخصيه. الفانيلا دي واللعيبه الكبار في الفانيلا دي عندهم شخصيه كبيره. طيب الزمالك بيظهر بشكل كويس جدا خلال الفتره اللي فاتت رغم كل الصعوبات اللي بيواجهها النادي، لكن عنده مباراه مهمه في الكونفدراليه، ازاي بتشوفها؟ هو الزمالك عمل حاجه غريبه جدا. يعني لو سالت الزمالكاوي انت مصدق اللي بيحصل ده؟ اكيد يعني لا. يعني الغلو عن قائل خلي الوفي والزمالك يطلع بمكسب 6 بونت في اول ماتشين، يعني موضوع صعب جدا، ما بتحصلش. حصلت الزمالك عمل اللي عليه معتمد جمال جدا، كابتن معتمد جمال، 4 ماتشات 4 مكسب في البطولات كلها. بس الماتش الجاي ده متهيألي هو ده اللي يخليك مرتاح بقيه المجموعات بقى خلاص. هو خد نفسك ومرتاح ومش يعني مش مضغوط خلاص. اولا الزمالك محتاج يكمل في المكسب عشان كابتن معتمد جمال يعدي الفتره الانتقاليه دي لحد ما يبقى فيه فتح القيد او يناير يجي يعني. فكان ماتش اي ماتش مهم هيتلعب هو مهم ايا كان المنافس. كمان بقى بالتبعيه ده الفريق الوحيد اللي ممكن يعمل لك مشاكل في المجموعه.
لو وقعك هنا انت هتروح له، وهو الفريق الوحيد اللي يقدر ينافسك، لعب معاك قبل كده، ففريق اللي مصدق نفسه شويه في المجموعه، لان فريق سوار واضح ان هو اكاديميه لتسويق اللعيبه، مش مهتم بالكوره يعني، وابو سليم ما عندهمش خبره. ساجرادا ده اللي لعب معاك قبل كده. لازم الزمالك يخش في الجيم، والزمالك لما بيخش في الجيم بدري خلاص الموضوع بقى سهل جدا، اكتر بقى من ماتش الاهلي. يعني الزمالك محتاج يجيب جون الاول اكتر من ماتش الاهلي، لان هي لما بتبتدي تضيع فرصه اتنين بتصعب الدنيا عليه اكتر. الزمالك بيتوتر لحاجات تاريخيه يعني، بيتوتر، فمهمه جدا الجون في الاول. ساجرادا بيلعبوا كوره بس متهيألي لا، ماتش بالحاله الفنيه والنفسيه اللي عند لعيبه الزمالك دلوقتي، الزمالك ماتش ده سهل. طيب وفيوتشر؟ فيوتشر وصل خلاص يعني، متهيألي فيوتشر خلصها يعني في المجموعه بتاعته. الوضع سهل جدا، الوضع لطيف جدا. هو يمكن اعقد وضع في الفرق المصريه هو بيراميدز. فيوتشر بيقدم بطوله هايله، والزمالك بطوله هايله. يمكن الكونفدراليه ما فيش تنافس قوي في فكره الصعود من المجموعات يعني، حتى الفرق الثانيه الافريقي التونسي برضو ضمن خلاص. الفكره كلها هناك، الاهلي برضو موقفه كويس جدا، الناس مع اداي قوي، بس الموضوع سهل. وجون يانج افريكانز لما جاش في اخر دقيقه خلاص الاهلي عدى. الفكره كلها بيراميدز، الانديه المصريه عندها مشكله في بيراميدز، لان انت معاك، مش معاك فريق واحد بس بتنافسه، انت معاك فريقين اقوياء جدا، وانت دخلت الفريق الثالث في اللعبه. فالوضع صعب. ماتش سان داونز بيراميدز لو ما اتغلبش فيه بيراميدز هيوصل. طيب لو هنرجع بس للزمالك مره ثانيه، تقييمك لتجربه كابتن معتمد جمال خلال الفتره القصيره دي، وهل الموضوع متوقف على مدرب او مدير فني ولا روح اللعيب نفسه؟ 50-50. انت مش تعمل حاجه اللعيبه مش عايزه. بس في حاجه ثانيه كنت بتكلم مع صديق ليا فيها والله امبارح، كارلو انشيلوتي مع ريال مدريد قالوا له مش هنجيب صفقات مثلا اللي انت عايزها قوي، عنده مشاكل، بيجي له اصابه مثلا، اتأمن اثنين في المنظومه الدفاعيه، بيجي لهم صليبي اول يوم في الموسم. الراجل ده بيلعب الكره السهله في مدرسه بتاعت جوارديولا، او الكره الصعبه وفلسفها ونعمل، بس في حاجه ثانيه اللي هي انت عايز ايه؟ عايز اكسب؟ كسب كده. كابتن معتمد جمال كان مطلوب منه يعمل ده، هو عارف يعمل ده، الناس مش مقدره على فكره قيمه ده. مش لازم العبك باك شمال الحر يبقى تحول راس حربه في الهجمه مش عارف الدقيقه كام، مش لازم اعمل خزعبلات يعني. لا، السهله هنقف صح، وهنلعب كره سهله وهنكسب. اربع مطوشه باربع مكسب، منهم ماتش سيمي فاينال كاس، ماتشين في افريقيا، عقده تاريخيه، انت ما بتعرفش تكسب في المجموعات في الاول. لا تمام، وماتش صعب جدا في الدوري والفيوتشر يعني. التجربه ناجحه مش 100% مليون في المية، حتى لو هو عارف يلم اللعيبه والروح هي اللي كسبت 100%. اكيد. كل الشكر ليك محمد عباس الناقد الرياضي. العفو. شكرا جزيلا ليك. العفو. العفو ليكم. مشاهدينا دلوقتي ميعاد موجز لاهم الاخبار مع لامي. شكرا لك شاذلي. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز واخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية بمقر الكلية الحربية. هذا وأجرى الرئيس السيسي حوارا مع الطلبة المتقدمين، وأشاد بمستوى الوعي الذي أظهره الطلبة. وأكد الرئيس حرص القوات المسلحة على انتقاء أفضل الطلبة وفقا لأحدث المعايير العملية بعد اجتيازهم كافة الاختبارات بنجاح لينالوا شرف الانضمام للقوات المسلحة. وحرص الرئيس السيسي على إطلاع الطلبة على رؤية الدولة بكافة مؤسساتها وسعيها لتحقيق تطلعات وأمال الشعب المصري بكافة المجالات، مطالبا الطلبة بضرورة المداومة على الاطلاع المعرفي ومواكبة العلوم الحديثة لبناء الشخصية القادرة على حماية الوطن واستكمال مسيرة التنمية في ظل التحديات والأزمات على مختلف الأصعدة. بدأت مرحلة الصمت الدعائية التي يتوقف بموجبه المرشحون في الانتخابات الرئاسية وحملاتهم الرسمية عن أعمال الدعاية والترويج واستعراض البرامج الانتخابية. يستهدف الصمت الدعائي إتاحة الفرصة أمام الناخب لكي يقوم بدراسة البرامج الانتخابية للمرشحين واتخاذ قراره باختيار مرشحه في الانتخابات في روية ودونما تأثير دعائي على إرادته. وتنطلق عملية التصويت في الداخل الأحد المقبل وتستمر على مدى 3 أيام. عقد وزير الخارجية سامح شكري اجتماعا خلال زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن مع السفير ريتشارد نورلاند المبعوث الأمريكي إلى ليبيا. وأكد شكري خلال اللقاء على موقف مصر الثابت والداعم لمسار الحل الليبي دون أي إملاءات خارجية، وعدم تجاوز دور المؤسسات الليبية عند اطلاعها بدورها استنادا على المرجعيات الليبية للتسوية،
خاصة اتفاق السخيرات وبما يفضي إليه من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتضامن في ليبيا في أقرب وقت. وأضافت الخارجية في بيان أن شكري شدد على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها في مدى زمني محدد حرصا وتأكيدا على سيادة واستقرار ليبيا. التقى وزير الخارجية سامح شكري وأعضاء اللجنة العربية الإسلامية ووزراء خارجية كل من السعودية والأردن وقطر في واشنطن مع السيناتور بن كاردن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي. وأكد شكري في الاجتماع على المخاطر الإنسانية والأمنية لتوسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب غزة وهو ما يأتي استكمالا لعملية القصف والحصار الإسرائيلي اللا إنساني فضلا عن دفع المدنيين الفلسطينيين للنزوح لجنوب قطاع غزة. كما شدد شكري على أهمية تنسيق جهود الأطراف الدولية إزاء ضرورة التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن والجمعية العامة لفرض الهدن الإنسانية وصولا لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرق مدينة غزة. هذا ويتواصل القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة خاصة على المناطق الشرقية في مدينة خان يونس وعلى شواطئ مدينة رفح جنوب القطاع. فيما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي المناطق الوسطى في قطاع غزة بعدة غارات. قالت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيتر دي سوتر إن بروكسل تمنع أو تريد منع دخول المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وكتبت دي سوتر على منصة إكس سيحظر دخول المستوطنين الذين يتصفون بالعنف إلى بلجيكا مضيفة أنها ستقترح أن تؤيد بلادها تطبيق الاتحاد الأوروبي حظر السفر على نطاق أوسع. من جانب آخر أعلن بارنيت ليتس المتحدث باسم الحكومة أن بلاده ستطلب من المجلس الأوروبي إضافة مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف إلى قاعدة بيانات معلومات شنغن لمنعهم من الدخول. انتقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين نهج إسرائيل في هجومها على جنوب قطاع غزة قائلا إن هناك فجوة بين نيتها لحماية المدنيين وما يحدث على الأرض. وخلال مؤتمر صحفي في واشنطن بعد اجتماع مع وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون وضع بلينكين خطوات ملموسة لضمان إبعاد المدنيين عن الأذى وتزويد المناطق التي ينزحون إليها بالغذاء والدواء والمياه. وقال بلينكين إنه علاوة على إعلان مناطق آمنة سيكون من المهم أن تتاح الاتصالات حتى يعرف الناس أين يمكنهم الذهاب ومتى تتضح الفترات التي يمكنهم الانتقال فيها من مكان لآخر. مشاهدينا انتهى موجز التاسعة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. شهرين مروا على بداية الحرب على قطاع غزة وبدأنا في الشهر الثالث والأحداث بتتصاعد ضد المدنيين الفلسطينيين وما زال قوات الاحتلال بتوسع من عملياتها الإجرامية في شمال ووسط وجنوب القطاع. خلينا نتكلم عن تطورات الأحداث. بنرحب بضيفنا الدكتور ماهر صافي الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. أهلا وسهلا بك دكتور. صباح الخير. صباح الخير دكتور. صباح الخير دكتور. احنا شايفين تصاعد في الأحداث في غزة، حضرتك شايف الأمور ماشية ازاي بعد شهرين؟ والله المشهد يتكرر مع زيادة في عمليات القتل المباشر والتنكيل والاعتقال وتدمير البنية التحتية بما يزيد عن 65 إلى 70%، مع زيادة أعداد الشهداء المعروفين والمفقودين. نتحدث عن أكثر من 17,000 شهيد خلافا لما تحت الأرض من شهداء، والله أعلم ما يزيد عن 7,500، بالإضافة إلى من استشهدوا في بداية معركة طوفان الأقصى، بالإضافة لعدد الأسرى اللي تم اعتقالهم. وكلنا رأينا مشهد أمس هو يعاد تكرار النازية طبقا لما شاهدناه. إسرائيل لا تدعي أنها دولة أخلاقية عندما تنتقد
كل ما يأتي في قرارات في صالح القضية أو في صالح الفلسطينيين يقول لك أنه تدني أخلاقه عندما اتهم السفير الإسرائيلي أنطونيو بأنه يعني تدنى في أخلاقه في البداية عندما برر معركة طوفان الأقصى وهجوم حماس بأنه حق للفلسطينيين الدفاع عن أرضهم وتقرير مصيرهم، وبالأمس عندما تم تفعيل مادة 99 التي توجه تنبيها لمجلس الأمن باتخاذ قرار عاجل، وأنا أتوقع أن يكون هناك قرار عاجل لأن ما يحدث في قطاع غزة هو يعيد إلى الأذهان النازية وما حصل في البوسنة والهرسك، عمليات إبادة جماعية، قتل جماعي. الآن تشتد وتيرة المعركة في الجنوب وفي الوسطى ولا مكان آمن. بالأمس في جباليا تم الهجوم، قبل قليل تم إطلاق القنابل على المدارس الإيواء أو الإيواء في الشمال، وتم إحراق العديد من المدارس وإصابة واستشهاد الكثير من الناس. يعني الوضع مأساوي لدرجة كبيرة، يعني حتى المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، أوروبا بشكل عام، الاتحاد الأوروبي، يعني الردود ليس على مستوى القتل. يجب أن يكون هناك تدخل واضح، لأن ما يحدث هو إبادة، ما يحدث هو تغيير للواقع الديمغرافي، للواقع الإنساني، يعني تهجير، هو ضغط، هو بما معناه ضغط قتل للمدنيين 2,400,000 في غزة، وضغط على القيادة المصرية يزج بمليون ونص أو 1,400,000 حاليا في رفح من كافة مناطق قطاع غزة، من بيت حنون حتى خان يونس بالاتجاه إلى رفح. أيضا أثناء النزوح هناك قصف لقوافل النزوح من قبل طائرات الاحتلال، هناك ازدواج للمعايير في أن يكون هناك حق للفلسطينيين من قبل أمريكا. عندما يتحدث بلينكن على إسرائيل أن تتجنب المدنيين، كيف تتجنب المدنيين؟ نحن نتحدث عن مساحة صغيرة من قطاع غزة، 365 كيلومتر طول 45 عرض 7 كيلو، في بعض المناطق 12 كيلو. أي يعني إسرائيل يعني تقول للمدنيين أو للسكان اذهبوا إلى منطقة المواصي، ويتم فجر اليوم قصف بالزوارق البحرية للمناطق الغربية لمدينة خان يونس ورفح والنصيرات. وكأنها تريد أن تجمعهم في منطقة حتى يتم قصفها والقضاء عليهم لأي مرة. هو هذا سيناريو. هناك الكثير من الإسرائيليين داخل إسرائيل وداخل القادة، هناك تغير في الفكر، هم يريدون إبادة جماعية لقطاع غزة. وأيضا ولا نغفل ما يحدث في الضفة الغربية، هو مصغر، يعني سيحدث كما حدث في غزة سيحدث في جنين وفي الضفة الغربية وفي القدس. العملية كبيرة جدا، الوضع خطير، إن لم تتدخل أو المجتمع كله، الدول العربية والدول الأجنبية في هذا الوقت، فالوضع كارثي جدا. أكيد. طيب يعني إحنا شايفين حرب إبادة بتحصل على أشقائنا في فلسطين، يعني كيف تتوقف هذه الحرب؟ مش هنقول متى، ما حدش عنده توقيت، لكن يعني كيف تتوقف؟ من يستطيع أن يوقف ما يحدث؟ يعني السؤال مهم جدا، من يستطيع؟ هو من أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل منذ بداية العدوان، الجسر الجوي بالقنابل بالصواريخ بالعتاد البشري واللوجستي والأسلحة الثقيلة والمتطورة والقنابل يزيد عن 15,000 قنبلة. القنابل هذه تستخدم في دك التحصينات، خلافا على ما أشيع قبل أيام عن أن إسرائيل أحضرت من ألمانيا مضخات مياه لضخها في الأنفاق. هذه مشكلة خطيرة جدا، البنية التحتية لقطاع غزة متهالكة، المياه الجوفية، سيكون هناك يعني كارثة حقيقية في قطاع غزة. بريطانيا تدعم إسرائيل أو تسير طائرات للتجسس حتى تعرف أين مكان الأسرى. مكان الأسرى الحقيقي هو أن تجلس على المفاوضات وأن تقر بأن للمقاومة حقها في إبرام الصفقة وفي يعني ما يحدث
داخل قطاع غزة من سياسة إسرائيل هو بسبب أن أمريكا أعطتها ما تريد. حتى اللحظة يعني بالأمس تصريح الولايات المتحدة الأمريكية بيقول لك هناك بعض الأهداف العسكرية لم تصل إليها إسرائيل. يعني تقضي على قطاع غزة قضت على 70%، باقي 30. يعني هي تريد أن تقضي على قطاع غزة بمساعدة أمريكا وبريطانيا وفرنسا. يعني يجب أن يكون هناك تدخل واضح، ومن يوقف الحرب هو من بدأها وهو من أمدها بالسلاح، أمريكا. غير ذلك أستطيع أن أقول أن أمريكا هي من بدأت وهي عليها أن تنهي هذه الحرب. طيب، مع كل التفاصيل اللي حضرتك ذكرتها وبعد مرور شهرين من بداية هذا العدوان، هل حققت إسرائيل أي مكسب حتى اللحظة؟ لم تحقق أي مكسب، لأنها هي دخلت بأكثر من هدف. الهدف الأول هو القضاء على المقاومة واسترجاع الأسرى أو المحتجزين سواء المدنيين أو الجنود. وما حدث في بداية أو منذ أيام قبل التهدئة أن المقاومة نفذت الشروط التي تريدها وعقدت الصفقة والتهدئة 7 أيام، وادعت إسرائيل أن حماس يعني أخفى أو يعني عارضت أو لم تلتزم بالشروط. لا، بالتفاوض تأخذ كل شيء. إسرائيل لم تحقق أي هدف، كما ذكرت هدف القضاء على المقاومة لم تستطيع القضاء، هدف استرداد الأسرى استردتهم عبر الوسائل وعبر الوساطة المصرية القطرية وهذا واضح للعيان. أن تقضي على قادة حماس، كل إنسان معرض أن يقتل أو أن يغتال. لم حماس فكرة وباقية من الشعب، هذا شيء مسلم به. وأي أرض أو أي مكان محتل فيه مقاومة لاستعادة الحقوق. فبالتالي إسرائيل أو نتنياهو كان يريد الانتقام لما حدث في غلاف غزة ومعركة الطوفان وفشل. كان يريد أن ينتقم من المقاومة فشل. كان يريد استرداد الأسرى خلال 48 ساعة فشل. كل الأهداف السياسية والأمنية والعسكرية فشل فيها. نجح في هدف واحد، وهو هدف إسرائيل القديم، هو يعني هو القضاء على الشعب الفلسطيني كمجازر ما يزيد عن 1400 مجزرة. هناك عائلات تم مسحها من السجل المدني، ولكن هذا هو مصير الشعب الفلسطيني دائما، دفع ضريبة الأرض مقابل دماء الأطفال، 8000 ويزيد طفل، أكثر من 4000 امرأة. هذا هو بنك الأهداف الإسرائيلي، أنه ينجح في القضاء على الأطفال. هم يعني هذا يعني عقيدة لدى اليهودية أو الصهيونية، القتل الأطفال. يعني قبل أيام قتل طفل أمام عين والديه، قتله طفل لا يتعدى السنتين. يعني هذه غريزة في الطابع اليهودي والمتطرفين وما يحدث في الضفة الغربية من اعتداءات المستوطنين والقتل. ذكرنا دلوقتي بالطفل ريان اللي سقط في البئر، لو تفتكر حضرتك العالم كله العالم انتفض. كله لسه يعني قبل أيام نتحدث، العالم كله انتفض لريان رحمه الله، والعالم لم ينتفض ل2,400,000 خلاف ما يحدث أيضا في الضفة الغربية. إسرائيل تريد أن تمحو قطاع غزة عن الخارطة، وأيضا تكرر ما فعلته في غزة تفعله في الضفة الغربية، التي منذ بداية العدوان يزيد عن 240 شهيد، يزيد عن 3300 معتقل، خلاف الانتهاكات المستوطنين، خلاف تسليح 250,000 مستوطن من أجل تمرير المخطط البريطاني الإسرائيلي، وأضف عليه الأمريكي والألماني في تهجير الفلسطينيين من أرضهم إلى الأردن في الضفة الغربية وإلى مصر من قطاع غزة. ولكن ما نشهده من سقوط العديد من الشهداء وهم يدافعون عن أرضهم، يعني مواقف عديدة. يعني السكان المقيمين في مصر ويطالبون بفتح معبر رفح للدخول الى غزه، ومنهم استشهد بالمناسبه، ومنهم استشهد ذهب من مصر الى غزه لكي يلقى مصيره
يعني نسأل الله حسن الخاتمة له واستشهد على أرض فلسطين. يعني تقنعني أو إسرائيل يعني في رأيها أن من يأتي إلى وطنه جاء من بلجيكا لغزة من أجل أن يرى تراب ويرى عصرته، ما هربش زي ما عمل المستوطنين. بالضبط. فبالتالي هذه أرض وهذا حق وتقرير مصير ودولة فلسطينية، وموقف الدولة أيضا المصرية واضح جدا منذ بداية الأزمة ومنذ بداية العدوان بأن الشعب الفلسطيني له حق في إقامة دولته الفلسطينية على تراب أرضه وتقرير مصيره، وأن ما يسقط من المدنيين هو ضريبة يدفعها للتمسك بالأرض. وكان في حلول عاجلة قدمتها الدولة المصرية لمحاولة وقف إطلاق النار ولإقرار هدنة إنسانية وللضغوط الدولية اللي مارستها الدولة المصرية لإدخال المساعدات. برغم كل ده إحنا شايفين إن ما زالت إسرائيل بتحاول إنها تستمر في منهج الإبادة اللي هي بتحاول تقوم بيه، مش بس بتحاول تبيد الأرواح، إحنا شايفينها ما زالت بتحاول تنتهج شكل تدميري للبنية التحتية لغزة، وكأن ما تبقى القليل أقل القليل مما تبقى من البنية التحتية ده ما زال هدف لإسرائيل. يعني إسرائيل منذ بداية العدوان وتزرعت بأن المستشفيات هنا هي مقر للمقاومة ومقر لحركة حماس، وأن الأسرى موجودين تحت المستشفيات، وبقيت 14 أو 70 استهدفت قسم الولادة في مستشفى الشفاء. مستشفى الشفاء، لا، وكل المستشفيات، مستشفى الأقصى، عدوان، الأندونيسي، المعمدان القصف من قبل طائرات المحتل الإسرائيلي وسقط ما يزيد عن 500,000 شهيد، وكانت البداية لقصف المستشفيات. الرنتيسي، الوفاء قبل قليل المسنين تم قصفه. مستشفى الشفاء تم تدميره يعني بشكل كامل. خرجت المستشفيات عن الخدمة. تم قصف العديد من الجامعات والمؤسسات في قطاع غزة. فالهدف تدميري، والهدف هو قتل، والهدف هو التزرع بأن المقاومة تحت المستشفيات، تحت المدارس، وتحت المؤسسات. يعني هذه، يعني كل هذه الادعاءات هم يعني أطلقوا كذبة كبيرة وصدقوها، وصدقتها أمريكا، ولكن دخلوا الشفاء ولم يجدوا أي شيء. دخلوا المعمدان، دخلوا الرنتيسي، دخلوا كافة المناطق. حتى قبل قليل كان هناك اشتباك فجر اليوم بين قوة إسرائيلية حاولت الدخول لأحد الأنفاق وقتل أسير إسرائيلي وقتلت القوة. فالوضع خطير جداً إن لم تتدخل أمريكا في الموضوع بشكل مباشر مع الجهود المتواصلة من قبل الوساطة المصرية القطرية. وأنا أتوقع أنه خلال الساعات القادمة سيكون هناك وقف وحل مؤقت وهدنة، لأنه بدون هدنة لا تستطيع إسرائيل الحصول على أسرها. طيب دكتور، منذ اللحظة الأولى والرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من توسيع دائرة الصراع، وأعتقد أن احنا اللي بنشوفه دلوقتي هو اتساع كبير جدا لدائرة الصراع. شفنا هجوم من لبنان وسوريا أو قصف من لبنان وسوريا على إسرائيل، وبالتالي هناك رد من الجانب الإسرائيلي. الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من تل أبيب أن تترك لها الرد على الحوثيين وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر. شايف الأمور بتتجه إلى تصعيد، مزيد من التصعيد في المنطقة؟ يعني هو نتمنى أن لا يكون تصعيد، لأنه هذا هو هدف إسرائيل وأمريكا. وكما تكرمت يعني أنه أمريكا يعني وجهت رسالة لإسرائيل بأن يعني سيبيكي من الحوثيين وإحنا إيه منرد عليهم. ويعني وكان رأي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية العدوان بأننا لا نريد توسيع لهذا العدوان في المنطقة، لأنه توسيعه هو يعني أن هناك أزمة حقيقية على الأرض، وهذا ما تريده إسرائيل. تريد أن تنفذ المطامع القديمة الحديثة في منطقة الشرق الأوسط بأسلوبها المعروف، أسلوب يعني أطلق عليه حرب الحضارات بمعاونة أمريكا. حاولت في الربيع العربي أن تنشئ أو أن تحدث حروب أهلية في المنطقة، حدثت بعض في اليمن، في العراق، في سوريا، وحاولت في مصر،
وفشلت. الإدارة حكيمة كانت وأفشلت المخطط، أنا بسميه المخطط الأمريكي إسرائيلي في انتشار الحروب الأهلية في المنطقة، ولخبطت الأوراق والسيطرة على منطقة الشرق الأوسط. وقالها بايدن عندما تحدث عن نفسه بأن أنا صهيوني وأن إسرائيل يجب أن تعيش بحرية دون المساس بها، يعني هذا يعلن بشكل واضح بأن إسرائيل موجودة وبأن إسرائيل لا مساس بها. وإن لم تكن موجودة في المنطقة لوجدناها، يعني لوجدناها بالفعل. فبالتالي دفاع أمريكا عن إسرائيل بشكل سافر، وصمت المجتمع الذي تخبط عندما روسيا هاجمت أوكرانيا بشكل واضح، فكان هناك يعني هذا يبرر لك ازدواجية المعايير. في أوكرانيا كانت المعايير واضحة بأن الهجوم على أوكرانيا يعني ممنوع، وجيش مقابل جيش برضه بالظبط، وكانت روسيا لا تضرب المدنيين. هناك قليل من سقطوا في مناطق عسكرية كان فيها أطفال أو نساء أو مدنيين، لا. وحجم السكان في أوكرانيا عن قطاع غزة يعني حجم كبير، تحدث عن ملايين مقابل 2 مليون. احنا شايفين استهداف واضح وصريح للمدنيين، وشايفين استهداف للمؤسسات كمان الخدمية، يعني المستشفيات شايفين الاستهداف الصريح لها، يعني نتعشى ان شاء الله. يعني قصف بيوت وأبراج، يعني في برج، او وهذا ينطبق على الكثير، يعني أحد الأصدقاء برج من حوالي 180 شخص لم ينجو، يعني اللي نجا ربنا كتب له عمر جديد، ولكن 120 شهيد من أسرتين في نفس البرج، يعني مجتمعتان بسبب الحرب والأمور هذه، فاجتمعوا في المكان ورفضوا أن يخرجوا لأنهم كانوا متمسكين بالأرض. وقيس على العائلات التي تم مسحها من السجل المدني ما يزيد عن 1400 عائلة، يعني الذي يحدث هو إبادة جماعية ل 2,400,000. والخوف من الزج وهو مستمر في رفح أن يحدث الفاجعة، أن تحدث الكارثة، وأن تقوم الطائرات بقصف النازحين في رفح، وهذا يعني شيء ينذر بإبادة جماعية لشعب فلسطيني في قطاع غزة. يجب أن يكون هناك تدخل، يعني إن لم يكن نعمل في تدخل دولي سريع، خاصة بعد تفعيل الدول العربية ككل عن تضغط بشكل مباشر، يعني شحن دولي لرفض ما يحدث على أرض قطاع غزة وعلى الأرض الفلسطينية بصفة عامة. كل الشكر ليك دكتور ماهر صافي، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، شكرا جزيلا لوجودك معنا. دلوقتي مشاهدينا هنروح لزميلنا كريم بيبرس مراسل صباح الخير يا مصر من داخل احد مخازن الهلال الاحمر المصري بالعريش، عشان يرصد لنا اخر مستجدات المساعدات الانسانيه المرسله لاهالينا في قطاع غزه. كريم صباح الخير. صباح الخير، وصباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر. انا دلوقتي في واحد من مخازن الهلال الاحمر المصري في مدينه العريش، واللي بيتم تخزين فيها المساعدات المختلفه من مواد غذائيه، من مستلزمات طبيه وغيرها من المساعدات اللي بتصل الحقيقه لمدينه العريش على طريق اما المساعدات الشاحنات الارضيه او حتى مطار العريش الدولي. يمكن لو بدينا دلوقتي نظره عامه عن هذا المخزن، بنتكلم على يعني دي يافطه بسيطه كده بتتكلم على المساعدات الانسانيه العاجله لدعم الاشقاء بدوله فلسطين، اكثر من 29 دولة، 30 دولة الحقيقة بتقودها مصر لدعم الأشقاء في فلسطين، قاموا يعني هذه المساعدات اللي بتصل بالفعل إلى الأشقاء هنا. كمان لو استعرضنا كمان باقي المخزن، بنتكلم هنا عن عدد كبير جدا من الدول اللي شاركت في أجهزة، شاركت في حاجات لمساعدة الأشقاء في فلسطين لمجابهة فصل الشتاء. بنتكلم على غطاطين، بنتكلم على غطيان موجودة، بنتكلم على مساعدات مستلزمات طبية، بنتكلم
على مواد غذائيه، كمان في حاجات الحقيقه المستلزمات الطبيه كمان الادويه موجوده بالفعل في مستشفيات او ثلاجات خاصه الحقيقه للحفاظ عليها. بيتم طبعا زي ما احنا شايفين تخزين الحاجه هنا كده اهي وتامينها للحفاظ عليها اما عن طريق الكراتين او حتى الحاجات البلاستيك اللي ملفوفه حواليها، وكمان بيتم تقسيمها زي ما احنا شايفين كده. وبلاد كتيره الحقيقه مش يعني مشاركه، بنلاقي قطر، بنلاقي اندونيسيا، بنلاقي العراق، بنلاقي المغرب، بنلاقي البرازيل، بنلاقي الكويت طبعا على راسهم الكويت، الاردن، وطبعا على راسهم كلهم مصر. عدد كبير جدا من المساعدات الحقيقه موجوده هنا، بنتكلم على اكتر من 15 ل 20 الف طن من المساعدات المختلفه وصلت بالفعل لمدينه العريش. بنتكلم على ما يقرب من 130 طياره بالفعل وصلوا لمطار العريش الدولي. كل دول الحاجات دي بيتم تخزينها في المخازن دي، وبعد كده بتتحرك على معبر رفح لايصالها الى الاشقاء في فلسطين. ده بالاضافه بالطبع لاستقبال عدد كبير من المصابين الاشقاء وعلاجهم في المستشفيات، وكمان استقبال مزدوج الجنسيه. يمكن دي نظره عامه على واحد بس من المخازن اللي تم تحديدها في مدينه العريش استقبال المساعدات للاشقاء في فلسطين. كريم بيبرس من مدينه العريش وتحديدا احدى صالات الهلال الاحمر المصري. شكرا جزيلا ليك كريم بيبرس مراسل صباح الخير يا مصر. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكمل معاكم باقي حلقاتنا. النهارده وبكره صمت دعائي للانتخابات الرئاسيه. من يوم الاحد هتبتدي عمليه التصويت في اللجان في كل محافظات الجمهوريه وهتستمر لمده 3 ايام. خلينا نتعرف اكتر على تفاصيل عن الصمت الانتخابي واهميه المشاركه في الانتخابات. بنرحب بضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الكاتب الصحفي الاستاذ جمال رائف. صباح الخير عليك. صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. يا اهلا بيك. في البدايه ما معنى كلمه الصمت الانتخابي؟ صمت انتخابي هنا موجه طبعا لحملات المرشحين، ان هناك صمتا فيما يتعلق باجراءات اي من الدعايه الانتخابيه سواء عبر وسائل الاعلام او عبر حتى المؤتمرات او الحشد الجماهيري، وبالتالي هي مرحله بتكون يعني زي يعني استراحه للناخب من الدعايه الانتخابيه حتى يستطيع تكوين رايه النهائي قبل الذهاب للصندوق. المشرع في الحقيقه حينما وضع هذه الساعات الصامته فيما يتعلق بالدعاية هو وضعها حتى يستطيع المرشح أو الناخب هنا أن يذهب إلى صناديق الاقتراع، وقد يعني وضع رؤية كاملة وأخذ هدنة من الدعاية الانتخابية حتى يستطيع أن يكون رأي بعيدا عن التأثير الخاص بالدعاية الانتخابية. أعتقد أنها بتكون فترة مهمة للغاية للناخب أيضا ليفكر مش بس في دعم المرشح اللي هو رايح عشان ينتخبه، ولكن كمان لفكرة المشاركة بشكل عام، لأن الهدف الحقيقي بعيدا عن انحيازك لأي من المرشحين أو حبك لأي من المرشحين أو ذهابك لدعم أي من المرشحين، هو فكرة انتمائك للوطن وحبك للوطن وانحيازك للوطن الذي يفوق حتى فكرة يعني انحيازك لأي من المرشحين. يجب أن يكون انحيازك للوطن هو القيمة الأعلى وبالتالي المحرك الأول للذهاب لصناديق الاقتراع. وأعتقد أن فترة الصمت الدعائي بتحرك هذا المعنى، أنك بتتيح للناخب أن هو يفكر في أولوية الذهاب حتى بعيدا عن فكرة يعني دعما أي من المرشحين. نعم يجب أن يكون هناك دعما للمرشحين، يجب أن يكون لنا صوتا داعما لي يعني أفكارنا وانتماءاتنا السياسية، ولكن في الأساس يعني إعلاء قيمة الديمقراطية وإعلاء قيمة المشاركة الانتخابية أعتقد أن هي قيمة أيضا بالغة الأهمية. طيب احنا بنتكلم عن الصمت الدعائي أو الصمت الانتخابي، أن هو المفروض ألا يتم ممارسة أي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية لأي من المرشحين، وتوقف بقى عن إجراء أي لقاءات تلفزيونية أو دعائية وغيرها. لكن الإعلام هنا برضو بيبقى عنده صمت دعائي ولا بيقدر أنه يحفز المواطنين، يقدر يتناقش، يقدر دور الإعلام في مرحلة الصمت الانتخابي والدعائي؟ يمكن دي نقطة مهمة، لأن طبعا الإعلام دوره أن هو يحفز الناخب على الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وده اللي بيقوم بيه الإعلام خلال ال 48 ساعة اللي احنا يعني بنمر بيهم الآن، أن هو يبتدي يحشد الرأي العام المصري، يوعي الرأي العام بأهمية المشاركة الانتخابية، يحفز الناخبين على الذهاب إلى التصويت بشكل عام. أيضا إعلام
الناخب بمجريات العملية الانتخابية، كيفية الحصول على يعني رقم لجنته والطرق التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات للحصول على البيانات الخاصة بكل ناخب، أيضا العملية الانتخابية، الحبر الفسفوري، كيفية التصويت، أيضا الأخطاء التي من الممكن أن يقع فيها الناخب في عملية التصويت، سواء من خلال كتابة مثلا بعض العبارات على ورقة الانتخاب، دي أمر مهم جدا لأنه بيبطل الصوت. ممكن الناخب من كتر الحماسة ومن كتر ان هو مبسوط ان هو بيصوت لناخب فيقول مع تحياتي مع حبي لوطني، كل هذه الكلمات وكل هذه العبارات بالرغم ان هي عبارات ايجابيه، كل العلامات بقى، اي علامات قلوب، رسم علم، كل هذه الاشياء اللي ممكن الواحد من الحماس يعني يقوم بيها، دي بتبطل الصوت بالتاكيد. وبالتالي دي نقطه مهمه جدا، ممكن حبك المفرط لوطنك ويعني حماستك الزايدة تبوظ صوتك الانتخابي، فخلي بالك من هذه النقاط بشكل مهم جدا. أيضا كيفية طبعا الحصول على الرقم الخاص بك في اللجنة وغيرها من الأمور، الآن طبعا الهيئة الوطنية بتوفر رقم للرسائل القصيرة، وأيضا الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات أيضا به هذه البيانات وغيرها من الوسائل الإلكترونية. وطبعا الحبر الفسفوري وأهميته، أيضا لذوي القدرات الخاصة أو ذوي الهمم أيضا أتيح عليهم الآن المشاركة عبر طبعا سواء البوسترات التي وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات ل يعني أصحاب القدرات الخاصة من ضعاف السمع أو من طبعا الإعاقة البصرية، في طبعا بطاقات خاصة بهم. وبالتالي كل هذه الأمور يجب علينا طوال الوقت أو خلال 48 ساعة دي أننا نقوم بالتوعية وب يعني التوعية إنها موجودة بداخل كل اللجان، مش في لجان مخصصة لذوي القدرات الخاصة، لا، كل الوسائل دي متاحة في كل اللجان اللي موجودة على مختلف أماكن الجمهورية. بالتأكيد كل هذه الإمكانيات المتاحة لذوي الهمم موجودة في كل لجان الجمهورية، أيضا في لجان مهمة للمغتربين أو الوافدين، وده مهم جدا لأن زي ما بنقول بقى التجربة المصرية بتنمو طوال الوقت، يمكن ده كمان الجيد في التجربة الديمقراطية المصرية، يمكن تعلمنا من الإجراءات الانتخابية الماضية إن كان هناك عدد كبير جدا خصوصا مثلا في مناطق بها حشد عمالي كبير زي مثلا العاصمة الإدارية، المناطق الصناعية، بعض المناطق التجارية، بيكون هناك الكثير من الوافدين من يعني أهالينا من العمال. ما تصعبهاش عليه، هو عايز مثلا يدلي بصوته في الانتخابات ويشارك، ما تصعبهاش عليه تقول له لازم تسافر بلدك، ممكن يكون من الصعيد، ممكن يكون من وجه بحري، فهيضطر إن هو يسافر. بالظبط، عشان كده الهيئة الوطنية للانتخابات يعني هذه الانتخابات بالتحديد وفرت عدد كبير من اللجان الخاصة بالمغتربين، ممكن تخش على موقع الهيئة الوطنية ويعني تستعلم عن مكان لجان المغتربين القريبة منك، وهنا هتقدر انك تصوت في اقرب مكان ليك، وده مهم جدا لان طبعا ده حق واجب، والدستور المصري وصف المشاركة في الانتخابات بانه واجب وطني، وبعيدا عن انه واجب وطني انا اعتقد ان هو كمان رسالة مهمة في هذا التوقيت. طيب ايه هي اشكال خرق الصمت الانتخابي وما هي عقوبته؟ يمكن في الحقيقة طبعا نحن نتحدث عن بوضوح الخرق للصمت الانتخابي إذا قامت أي من حملات المرشحين الخاصة بالانتخابات أو المرشحين للانتخابات الرئاسية بعمل أي من الإعلانات التلفزيونية، الظهور في برامج أو أحاديث تلفزيونية أو صحفية، أو حتى فيما يتعلق بالترويج في مؤتمرات شعبية وجماهيرية. وبالتالي على الجميع أن يلتزم الصمت الانتخابي حتى نستطيع زي ما كنا بنقول في بداية هذا اللقاء نتيح للناخب فرصة أن يعني يشحذ الهمم وأن يستعد دون تأثير للدعاية الانتخابية، لأن هناك أيضا قدرات متفاوتة للمترشحين في فكرة الدعاية. هو المرشح أو المشرع هنا حكمته إيه؟ إن يشيل الضغط الإعلامي من على الناخب، لأن طبعا هناك ممكن يكون مرشح لديه قدرات، على فكرة ده مش في الانتخابات الرئاسية فقط، يعني حتى في الانتخابات البرلمانية مثلا من الممكن أن يكون مرشح لديه قدرات إعلامية قوية ويستطيع الحشد، ومرشح آخر يعني قدراته أقل شوية، وبالتالي الصمت الانتخابي هنا يعمل نوع من أنواع العدالة ما بين المرشحين في فترة يستطيع فيها المرشح أو الناخب الذهاب لصندوق الانتخاب وهو متحرر من هذه الدعاية الإعلامية. المشاركة في انتخابات 2024 بنتكلم إنها السنة دي قد تكون هي الأهم على الإطلاق أو قد تكون فاصلة في الفترة القادمة، لو جينا نتكلم عن إيه أسباب اللي بنقول إنها قد تكون مختلفة عن أي مشاركة انتخابية أخرى؟ طيب بداية هي مختلفة لأنها الخطوة الثامنة في البناء الديمقراطي المصري بعد ثورة 30 يونيو. يعني إيه؟ يعني إحنا عملنا 7 استحقاقات انتخابية بعد ثورة 30 يونيو، وده إنجاز لازم كلنا نبقى فخورين بيه، إنك تعمل 8 استحقاقات انتخابية، طبعا ده الاستحقاق الثامن في 10 سنين،
يعني انت شعب بنيتك السياسيه والديمقراطيه بتنمو بشكل كبير جدا، فاوعى تتخلى عن دورك في بناء او في البناء السياسي والديمقراطي وما تنزلش تصوت في هذه الانتخابات. لان اهميه البناء السياسي والديمقراطي ايه؟ انت عاوز تنميه، عاوز منظومه اقتصاديه قويه، عاوز بنيه مجتمعيه قويه، عاوز طفره عمرانيه، عاوز خدمات، عاوز منظومه صحيه. كل هذه القرارات يستلزمها قرار سياسي. القرار السياسي اجيبه منين؟ من الانتخابات الرئاسيه والتشريعيه، عشان اقدر اعمل بنيه تنمويه يستلزمها بنيه سياسيه. عشان كده الدوله المصريه بعد ثوره 30 يونيو مشيت بالتوازي في الامرين، بتعمل بنيه تنمويه وبنيه سياسيه. البنيه السياسيه المصريه لا تقل اهميه عن البنيه التنمويه. البنيه التنمويه بيبنيها العمال والمهندسين والاطباء وكل العاملين في المجال التنموي، ولكن البنيه السياسيه كلنا بنبنيها دون تمييز. ليه؟ لان قاعده النظام السياسي ايه؟ الشعب. وبالتالي الشعب الذي ياتي براس هذا الهرم في النظام السياسي هو المؤسس للنظام السياسي. وبالتالي وانت بتبني النظام السياسي ما ينفعش تتخلى عن دورك اللي هو بيؤسس لهذا الهرم في النظام السياسي، وما تروحش صناديق الانتخاب. لانك انت محتاج القرار السياسي اللي هيبني لك بكره واللي هيكمل لك المشوار اللي انت ابتديته بعد ثوره 30 يونيو. ده بشكل سياسي، بشكل يعني ابسط بقى وبلغه بسيطه شويه. طيب هو المواطن هيذهب ليه في هذه الانتخابات بالتحديد؟ لانه خلال السنوات الماضيه تلمس عوائد الديمقراطيه. احنا اتكلمنا عن الديمقراطيه بشكل سياسي وبشكل جامد، ولكن بشكل بقى فعلي على ارض الواقع، هو المواطن الذي اصبح يسكن الاسمرات او الذي اصبح في قريته حياه كريمه، ذهب في البدايه الى صناديق الاقتراعات التشريعيه والرئاسيه قبل ان يكون هناك حياه كريمه او يكون هناك الاسمرات، فوجد انه لما بيبقى عنده سلطه تشريعيه قويه تستطيع ان تعمل بنيه تشريعيه قويه للاستثمار وللتنميه، لا في مردود بالظبط، وان ايضا تاتي برئيس جمهوريه يستطيع ان يتخذ القرار السياسي لايجاد حياه كريمه او لايجاد ايضا بنيه تنمويه او غيرها من الامور، فاصبح يستشعر ان القرار السياسي اللي هو بيذهب لصناديق الاقتراع للانتخاب المسؤول عنه بيشوفه على ارض الواقع في بنيه تحتيه وفي مشروعات ضخمه وعملاقه، وبالتالي اصبح يدرك تمام الادراك ان انت وانت رايح لصندوق الاقتراع انت بتحط حلمك في الصندوق، مش بتحط صوتك بس. لا انت بتحط، هو راح قبل ما يسكن او قبل ما يحصل مثلا مشروع زي المشروع مثلا الخاص بالمناطق الحضريه، خلاص ذهب ووضع ان هو نفسه يشوف بلده احسن ونفسه يعيش حياه احسن، فلقى فعلا ان الحياه الاحسن اتحققت. عاوزك ايضا المره دي تذهب لانك بتحط حلمك الجديد في صندوق الانتخابات، وهتشوفه هو بيتحقق برضو خلال الفتره الجايه. الحلم مش هيتحقق ومش هيكمل الا باصواتنا في صناديق الانتخابات. عظيم. ازاي بتشوف مستوى الوعي السياسي لدى فئات الشعب المصري كلها وفي القلب منها الشباب؟ طب خلينا نتكلم بارقام. نسب المشاركه في الانتخابات السابقه جيده للغايه، وعكس ما يروج اعلام اخر ومنصات اخرى في الخارج عن ان الشعب المصري لا يصوت وان الشعب المصري لا يذهب لصناديق الاقتراع، هذا عاري من الصحه اطلاقا. لان بنتكلم مثلا على انتخابات رئاسيه في 2014 حققت 47% من نسب المشاركه للقاعده الانتخابيه، نسبه كبيره جدا لما قارنها بديمقراطيات كبيره في العالم وديمقراطيات مضت مشوار طويل قبل حتى ان نبدا هذا المشوار في البناء السياسي بعد ثوره 30 يونيو، وبالتالي هذا الشعب يعي وعيا كبيرا جدا باهميه هذه المشاركه. بالمناسبه هذه النسب لم تتحرك كثيرا، يعني بنتكلم على 41% في الاستحقاق ايضا الخاص ب 2018 مع مراعاه الزياده السكانيه. يعني مع مراعاه الزياده السكانيه يعني يعتبر النسبه واحده، يعني يعتبر نفس النسبه لان عدد الناخبين زاد. وبالتالي نحن نتمنى ان نحافظ على هذه النسبه بل ننطلق بها الى نسبه اكبر ونتعدى ان شاء الله هذه النسبه هذه المره، وده تحدي لينا كمصريين نشوف ارقامنا احنا عملنا ايه ريكورد كده في السنوات الماضيه، ونبتدي نبني عليه ونقول احنا حققنا 47% في الانتخابات الرئاسيه مثلا في عام 2014، نفسنا ان احنا نعدي هذا الرقم عشان نقول للعالم كله احنا لدينا وعي ولدينا تجربه ديمقراطيه قويه. اللي ايضا اللي بيختلف عن او يختلف او يجعل هذه الانتخابات مميزه عن الانتخابات الماضيه في الحقيقه انها تاتي ايضا كمان بعيدا بقى عن الداخل، وده اللي كمان بيشكل جزء من وعي الناخب الان، ادراكه باهميه المشاركه في هذا التوقيت. نتكلم على استحقاق انتخابي بياتي في توقيت في الحقيقه بالغ الاهميه على المستوى الاقليمي والدولي،
كلنا بنشوف ان ازاي المتغير الاقليمي الان بيجعل من الاهميه ان احنا نعطي رساله للعالم كله ان هذا الشعب شعب قادر على البقاء وقادر على الوجود وقادر على الاستمرار في البناء السياسي والتنموي. ودي رساله مهمه في اقليم بتشتعل في اركانه النيران. يعني انت في اقليم للاسف يعني في كثير من المشاكل انت بتقول لا انا قادر على الاستمرار. الوعي موجود، الوعي السياسي لدى الشباب هو بالتحديد ولدى المجتمع المصري بشكل عام انا اعتقد ان هو وعي سياسي فطري لانه ظهر في ثوره 30 يونيو، ظهر في كثير من المواقف وهيظهر في انتخابات 2024 المصري حينما هنشوفه ان شاء الله بداية منذ يوم من يوم الحد القادم. كل الشكر ليك الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رأف، شكرا لوجودك معنا. شكرا لحضراتكم يا فندم. بكده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا مع حضراتكم، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.